السلام عليكم. السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل المحترم، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحترم، السيد عميد كلية الحقوق المحترم، السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس المحترم، السادة الأساتذة ضيوفنا الأعزاء، أعزائنا الطلبة، صباح الخير. يشرفنا ويسعدنا في مجموعة البحث للدراسات الثقافية بالمغرب التابعة لجامعة مولاي إسماعيل أن نفتتح هذه الندوة، وأعطي الكلمة أولا للسيد رئيس الجامعة ليتفضل. مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، السيد رئيس اللجنة المنظمة لهذا الملتقى العام، السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، زملائي زميلتي الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، وبناتي وأبنائي الطلبة، أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نفتتح هذه الندوة الوطنية الهامة التي ستتناول بالدرس والتحليل موضوعا بالغ الأهمية يتعلق الأمر بحرية التفكير في الثقافة العربية. هذا وإن أهنئ كلية الآداب والعلوم الإنسانية وفريق البحث في الثقافة بالمغرب وكذلك اللجنة المنظمة على حسن اختيارها لهذا الموضوع، ذلك أن حرية التفكير تعتبر من جهة أساس بناء الديمقراطيات المعاصرة وحجر الزاوية لخلق مناعة مجتمعية يسودها احترام الرأي والرأي الآخر بما يعنيه ذلك من انبثاق لقيم التعايش والتسامح والانفتاح. فإن حرية التفكير تعتبر حقا من الحقوق الكونية التي نصت عليها المواثيق الدولية، حيث تؤكد المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في حرية الرأي والتعبير والحق في طلب المعلومات والأفكار. ووفاء من المملكة المغربية بتعهداتها الدستورية القابية بتشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، يؤكد الفصل 25 من دستور المملكة لسنة 2011 على ما يلي: حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة. حضرات السيدات والسادة، إن تنظيم هذه الدولة هذه الندوة ينم من جرأة أكاديمية متميزة، لأنها تقارب أهم مرتكزات البحث العلمي في بعده الحقوقي، ذلك أن هذا الأخير لا يمكن أن يكون منتجاً وفعالاً ومساهماً في التنمية الوطنية بدون توفر شرط الاستقلال والحرية الأكاديمية في التفكير إنتاجاً ونشراً وتداولاً. ومن ثم فإن التصدي لمعالجة مسألة حرية الفكر في الثقافة العربية لا يمكن إلا أن يكون
إضافة نوعية إلى رصيد جامعة مولاي إسماعيل الحافل بالتظاهرات العلمية التي تبوّئها مكانة متقدمة ضمن الجامعات الوطنية والدولية، كما يدل دلالة قاطعة على انفتاح جامعتنا على محيطها الاجتماعي والحقوقي أيضا. ولعل ما يضفي هذا اللقاء أو لعل ما يضفي على هذا اللقاء العلمي أهمية كبرى انعقاده بتعاون وشراكة متميزة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس، التي تشرفت بوصف رئيسا لجامعة ابن إسماعيل بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون معها. كما أن هذه التظاهرة العلمية تلتئم بعد أيام من استضافة السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإلقاء درس افتتاحي هام عرف نجاحا باهرا حول الحق في التنمية برحاب الجامعة. وبهذا تكون جامعة مولاي إسماعيل من أوائل الجامعات المغربية التي تنفتح على المجال الحقوقي من زاوية علمية تطبعه بطابع عقلاني يخدم التنمية المستدامة بمعناها الشامل والمندمج تماشيا مع النموذج التنموي الجديد الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يعتبر أرضية صلبة لانطلاق نحو مغرب جديد مزدهر يحقق الرفاهية الاجتماعية والثقافية لكل المغاربة. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر إلى السيدة رئيسة مجلس الوطني لحقوق الإنسان على تسقيتها لهذه المبادرة العلمية، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد الدكتور عبد الرحمن العمراني المتواجد معنا اليوم رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس على المساهمة القيمة التي أسدتها هذه اللجنة لهذا اللقاء العلمي ماديا وتنظيميا. كما أشكر اللجنة التنظيمية وعلى رأسها الدكتور حسن مخفي على المجهودات الجبارة لإنجاح هذا الملتقى العلمي. كما لا تفوتني الفرصة أن أشكر السيد العميد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور محمد لاروس على انخراطه اللامشروط في تنمية وازدهار كلية الآداب والعلوم الإنسانية. وأتمنى كذلك للأساتذة الباحثين الضيوف وأساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية كل التوفيق والازدهار، والذين كذلك تجشموا عناء السفر من مدن مختلفة مقاما طيبا بيننا ولإعمال هذه الندوة النجاح والتوفيق. دمنا ودمتم في خدمة الصالح العام تحت القيادة السديدة لمولانا المدفر بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل الذي دأب على رعاية البحث العلمي والتظاهرات العلمية ودأب على تشجيعها بكل الإمكانيات التي رهن إشارة الجامعة. وأعطي الكلمة الآن للسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية دكتور محمد لاروس فليتفضل. شكرا سيد الأستاذ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. سيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل بن كناس، سيد عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية، سيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، السادة أعضاء مجموعة البحث في الدراسات الثقافية في المغرب، سيدات والسادة زميلاتي وزملائي الأساتذة، عزيزاتي الطالبات، أعزائي الطلبة، أيها الحضور الكريم، لي عظيم الشرف أن أرحب بكم جميعا
في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة سمو الإسماعيلي بمكناس. لقد حرمتنا محنة الجائحة على مدى سنتين من الاحتفاء بممارسة حضورها لأنشطتنا في مجال البحث العلمي، وها نحن اليوم نستأنف حياتنا الطبيعية وكلنا أمل في أن تستعيد الإنسان عافيتها لتحقيق أفضل مستقبل لأجيالنا المقبلة. لقد أعادت محنة الجائحة لنواجه سؤال العقل والحرية والمصير الإنساني. تغيرت أشياء كثيرة في أتون هذه التجربة القاسية، فهل تغير العقل؟ وهل تغير تفكيرنا؟ وهل حصلنا على حرية أفضل؟ إلى أي مدى تسعفنا الثقافة في حل أزماتنا؟ يمتاز سؤال الحرية في الثقافة العربية بكونه سؤال آني معاصر لمشكلاتنا ولتحدياتنا التي تنتصب أمام الإنسان والمجتمع. وعليه فإن أشغال هذه الندوة الوطنية في موضوع حرية التفكير في الثقافة العربية والمحاضرات التي سيتعاقب على تقديمها ثلة فاضلة من المفكرين المغاربة الذين شرفونا بمشاركتهم وبحضورهم في رحاب حرم كليتنا، تندرج بكل تأكيد ضمن أسئلة المصير الجماعي وأسئلة العقل أمام تحدي الحق في التعبير بما يقتضيه ذلك الحق من قيم رديفة من قبل العدالة والاعتراف والتعددية والمواطنة. فلا حرية بدون عقل، ولا عقل بدون حرية، وإن حرية التفكير تقترن بحرية التعبير، ولئن كانت الحرية ضرورية فإنها لا تستقيم من دون القدرة على التفكير بما هي قدرة على استخدام العقل استخداما عموميا، أي ذلك الاستخدام الذي ينزل الحرية منزلة المسؤولية. وليس غريبا أن يتصادف موعد ندوتكم مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر، ولا شك في أن هذا الاختيار يحمل في ضياته دلالة رمزية تستحق التنويه، كما أن اختياركم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية هو إشارة ذكية على الدور المركزي للجامعة المغربية في إرساء تقاليد التنوير بوصفه مشروع إنساني وفقه تحرير العقل. هناك مجموعة من الأسئلة. هل يمكن للعقل العربي أن يتحرر في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها العالم؟ هل بمقدور العقل العربي أن يرتقي إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة؟ لماذا لا يزال العقل العربي لا يستطيع أن يرتقي بطموح شعوبه؟ ما هي الصعوبات والإكراهات التي تواجه تطور الفكر العربي المعاصر في مواجهة التيارات والثقافات الأخرى المنافسة لها؟ بكل تأكيد فإن هذه الندوة الوطنية في موضوع حرية التفكير في الثقافة العربية ستطرح أكثر من صيغة للتفكير في أفق عربي جديد يستدعي قيمة الحرية لإطلاق تفكير مسؤول في مصيرنا الجماعي. أشكر الذين فكروا وخططوا وسهروا على إخراج هذه الندوة الوطنية بكل اسمه وصفته. أرحب بكم مجددا في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة سمو الإسماعيلي بمكناس، وأرجو لكم ولفعاليات ندوتكم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد علي كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وشكرا له بالخصوص على دعمه المطلق لهذه الندوة وعلى تشجيعه وكرمه. وأمنح الكلمة الآن للأستاذ الدكتور عبد الرحمن العمراني رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في مكناس، فليتفضل. شكرا الأخ مخافي أخ رئيس اللجنة. شكرا كذلك لرئيس جامعة الإسماعيل، للسيد رئيس لعميد كلية العلوم كلية الأدب والعلوم الإنسانية، للسيد رئيس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، للإخوة الأساتذة في اللجنة المنظمة وفي مجموعة البحث حول الدراسات الثقافية. أود بدءا أن أشكر إذن الجميع على تنظيم هذه الندوة الهامة التي تبين كم هو
أساسي ورائد ومحدد دور الجامعة في إنعاش حركية الفكر وفي إذكاء الحوار والتفاعل حول أكثر القضايا والموضوعات والمشكلات ارتباطاً بحياة الأفراد والمجموعات والمجتمعات الواقع والآفاق في حياة الناس داخل المجتمع في سياقات وظروف متحولة باستمرار. موضوع حرية التفكير في الثقافة العربية قد لا نبالغ إن قلنا إنه من المواضيع الحاضرة تاريخياً وباستمرار في المثل الفكري والفلسفي والحقوقي في مختلف المراحل التاريخية، ولنقل في المادة التاريخية التي اشتغل عليها المفكرون القدماء حينما لم تكن هناك فواصل معرفية أو منهجية تفصل بين مجالات وميادين ما نسميه اليوم في اللغة العالمة بالعلوم الإنسانية أو الإنسانيات كما يقال في التقليد الأنجلوساكسون. لقد تمظهر هذا الانشغال في التساؤلات التي طرحها القدماء حول علاقة الفرد بالمجتمع وبالسلطة، وحول علاقة الدين بالدنيوي، وحول سلطة المقدس ومجالاته وحدوده، ودور رجالات العلم الخاصة بمختلف أصنافهم. وتم ذلك بالطبع باستخدام مفاهيم ومعاني ومتون لغوية قد تبدو لنا غريبة اليوم، لكن وحدها نزعة غربية مركزية يمكنها أن تدعي كما لاحظ الفيلسوف الفرنسي روجي بوردوا في إحدى إصداراته الأخيرة، يمكنها أن تدعي مثل هذه النزعة أو أن تنزع عن النقاشات الفكرية التي عرفتها المجالات الحضارية غير الغربية هذا الانشغال بموضوع الحرية في الفكر العربي القديم بمختلف روافده الفلسفية والتاريخية والأدبية، من الكندي إلى الفارابي إلى ابن رشد إلى آخره. وبالطبع لا يمكننا أن نستحضر موضوع حرية التفكير والفكر في الثقافة العربية دون أن نرى كيف أنها كانت إحدى الانشغالات الكبرى التي أثثت جزءا كبيرا من مساحة الفكر التي اشتغل عليها مفكر النهضة أفغاني عبدو رفاعة الطهطاوي إلى آخره. ثم حضور هذه التيمة لاحقا لدى الراعي الأول من الليبراليين العرب نموذج تحسين وسلامة موسى وغيرهم، والذين تعرضوا في كتابتهم وفي وجودهم نفسه في وجود القلق في وجودهم القلق الناتج عن صدمة اللقاء مع الغرب تعرضوا لهذه الإشكالية كذلك. وكذلك على سبيل المثال الحسن بالنسبة للمغرب يمكن أن نذكر عدد من المفكرين الذين تعرضوا إلى هذا الإشكال، ونذكر بالخصوص ارتسامات وتحليلات وأفكار السفراء المغاربة الذين ذهبوا إلى أوروبا في القرن التاسع عشر. كتاب الأستاذ عبد المجيد قدوري مهم جدا في هذا المجال وكيف تفاعلوا مع موضوعات الحرية. وإذا كانت المرحلة القديمة قد ظلت مشدودة في موضوع الحرية إلى البنية لعب فيها العقل الديني دورا محددا، فإن المرحلة الثانية مرحلة إعادة اكتشاف الذات في علاقتها بالآخر الذي ازدهرت فيها حرية الفكر سارعت إلى طرح قضايا جديدة فيما هو حقوقي وسياسي بامتياز، حيث برزت لأول مرة بالوضوح الكافي كلمات ومصطلحات من قبل الحق: الحرية، التنوير، الاستبداد، العدالة، العدل إلى آخره، الفرد. وحصل التفكير النهضوي العرب التفكير النهضوي العرب نوع من الربط ضمن بنية متكاملة عناصر بين المكون السياسي الحقوقي في الموضوع وبين لنقل المكون الفلسفي السوسيولوجي الفكري الأخير. وإذا كان من المهم حتى لا نقول ضروري استحضار هذا السياق فليس ذلك من باب الفضول المعرفي الصرف، بل من أجل
أن نقوم بتحديد دقيق بعد مراجعة ماضي المفاهيم وتاريخيتها لما هو مطلوب اليوم في مجال تمثل الحرية في نقاشاتنا العربية وفي مجالنا السياسي والحقوقي. ولكي نستحضر أيضا كم هي عملية وكم هي مباشرة وكم هي ميدانية وكم هي مؤسساتية موضوعة الحرية اليوم وما يرافقها ويشتق منها من حريات من قبيل حرية الإعلام، حرية الصحافة، حرية الإنتاج الأدبي والفني، حرية التخيل، حرية التعبير، حرية الرأي إلى آخره، وما أثارته من إنعاش أيضا للفكر حتى داخل بعض المؤسسات. نتذكر مثلا أنه خلال الربيع العربي كانت هناك واحد الوثيقة هامة للأسف لم يقع انتباه إليها مؤسسة إذا الأزهر، وكانت تحدثت عن أربع الحريات، أربع حريات أساسية بما في ذلك حرية الإنتاج الفكري والأدبي، وكانت بالفعل وثيقة مهمة جدا حاولت أن تؤطر لمفهوم الحريات الأربع التي تحدثت عنها لا من خارج السياق، السياق الديني والسياق الثقافي المحلي، ولكن من داخله نفسه. طبعا تبقى عدد من الأسئلة الإشكالية والمعقدة من قبيل ما طرحه الأستاذ، الأسئلة الأساسية التي تطرح النقاش. لا شك أن ندوتكم مو فقط ستلامسها وستحدد إجابات أو مشروع إجابات ولو مؤقتة عنها، من قبيل ما نوع العلاقة المركبة اليوم بين الحرية والتطور في سياق يتميز بتنامي وتشعب المطالب والانتظارات، وفي سياق انتقال جيلي كذلك وقيمي لا نملك دائما القبضة على ناصيته كاملا. هل نرادف اليوم في سياق هيمنة ما كان روجي دبري يسميه الميديولوجيا؟ هل نرادف أو نوازي بين الحرية، حرية التفكير، وهيمنة الرأي، الأوبينيون كان يسميها أليكسي دو توكيفيل قبله بقرن ونصف، هيمنة الرأي السريع الخاطف البراق المتحول اللحظي إلى آخره، ما علاقة هذا حرية في هذه المجالات بحرية الرأي والتعبير؟ كيف نواجه هذا التحدي الذي نكاد نختص به في العالم العربي والذي يجعلنا نرى الكونية تهديدا خطيرا ومباشرا للخصوصية؟ وكيف نعيد ترتيب أولوياتنا بهذا الخصوص؟ وكيف نتصور خصوصية لا تكون تدميرا للقيم الكونية مثلا في الحق الحقوقي؟ هناك تطور إيجابي اليوم وقد أشرتم إليه السيد الرئيس، وهو أنه بالنسبة للمغرب مثلا في الحق الحقوقي لجميع المعاهدات التي يصادفها إلى المغرب تصبح لها أولوية حتى بالنسبة للتشريع الداخلي وبالنسبة للقوانين الداخلية، وهذا تطور مهم. أسئلة عديدة وإشكاليات كبيرة وملحة. لا شك أن العروض الهامة التي المداخلات العشر التي تتضمن اللغة ستكون بالنسبة مقاربات متعددة من أجل الإجابة عنها. أشكركم وأتمنى لندوتكم كامل النجاح والتوفيق. شكرا للدكتور عبد الرحمن العمراني على هذه الكلمة العميقة التي أحاطت بجوانب كثيرة من موضوع هذه الندوة. والدكتور عبد الرحمن العمراني يجمع بين الأكاديمي والحقوقي لأنه قضى سنوات طوال أستاذا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله قبل أن ليتفرغ للجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس. اسمحوا لي في الأخير أن ألقي عليكم كلمة مختصرة باسم اللجنة المنظمة لهذه الندوة. عندما فكرنا في عقد ندوة حول حرية التفكير في الثقافة العربية فإن ذلك جاء نتيجة ملاحظة لابد أن يكون كل واحد منا قد وقف عندها، وهي أن هناك
نوعا من الضمور في الثقافة العربية المعاصرة وفي الفكر العربي المعاصر في هذه الأيام. هذا الضمور والخفوت الذي نشاهده في الفكر العربي لا شك أنه ناتج عن عدة عوامل، ولكن من أهم هذه العوامل هو أننا في العالم العربي وبالخصوص في الثقافة العربية نعيش هامشاً يضيق أكثر فأكثر كلما تقدم بنا الزمن، ويرد هذا الأمر بالخصوص إلى ما يمكن أن نسميه السنوات العجاف التي عرفتها الثقافة العربية، والتي أدت كما تعلمون إلى مجموعة من محاكمات الرأي. محاكمة الرأي في الثقافة العربية ليست وليدة اليوم، فلا شك أننا نتذكر كلنا محنة ابن حنبل، ونتذكر الحلاج وما وقع له، ونتذكر السهروردي وما حدث له من ويلات، ونتذكر في العصور الحديثة مصطفى عبد الرزاق وطه حسين وغيرهم من الكتاب الذين ليس آخرهم نصر حامد أبو زيد. فإذن هذه المحاكمات في رأينا بدأت تعقي ثمارها، وأصبح المفكر العربي يمارس نوعا من الرقابة الذاتية على نفسه قبل أن تمارس عليه من جهات أخرى. ولذلك ارتأينا أن تنعقد هذه الندوة لمناقشة هذا الموضوع الذي يتمتع بأهمية كبيرة لا شك في ذلك، والذي يتمتع بطبيعة الإشكالية في الواقع بالمعنى الإبستيمولوجي للكلمة، لأنه يتضمن مشكلات متعددة مترابطة فيما بينها ارتباطا عضويا. وحرية التفكير تمس الجامعة والبحث العلمي أول ما تمس، لأن الباحث الأكاديمي عندما تضع أو توضع أمامه حدود في البحث فإن ذلك بدون شك يلجمه ويجعل حدوده في التفكير وفي الإبداع ضيقة جدا. ومن هنا فإن ما أشار إليه السيد رئيس الجامعة والسيد عميد كلية الآداب والأستاذ عبد الرحمن العمراني من أهمية هذا الموضوع الذي هو أمر لا شك فيه، ولكن الذي هو جديد بالنسبة إلينا هو أنه حان الوقت لمناقشة مثل هذه المواضيع في الجامعة المغربية، لأن هذه المواضيع كانت في السابق حكرا على الجمعيات، على جمعيات المجتمع المدني باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، ولكن بما أن لها علاقة وطيدة بالبحث العلمي وبحدود البحث العلمي فإن الجامعة أولى بأن تقف وقفة تأمل لمناقشة هذا الموضوع بكل إبعاده. ولا شك أن معالجة هذه الندوة لهذا الموضوع الحساس ستتميز بكونها تلامس أبعادا جديدة، لأن ما يطغى عليها ليس الجانب الحقوقي وليس الجانب السياسي وليس الجانب الإيديولوجي، ولكن ما يطغى عليها هو الجانب العلمي الموضوعي الذي سيقارب الظاهرة من جميع جوانبها، والذي سيبرز الجوانب السلبية والإيجابية
في علاقة البحث العلمي بحرية التفكير. هذه الندوة إذن ستعمل على لم شتات هذا الموضوع بأسئلتها التي لا شك أنها ستكون جريئة في طرحها وفي صياغتها، وبالتالي فإن الندوة إذا استطاعت أن تصوغ تساؤلات جذرية حول الموضوع فإننا نعتبر أنها قد حققت هدفها، لأن الموضوع كما تعلمون لا ينبغي أن يقدم أجوبة، لأن ليس له أجوبة جاهزة، ولكنه يطرح أسئلة في أفق خلال ثلاثة محاور، كل محور سيستغرق جلسة علمية بكاملها. في المحور الأول مطارحات نظرية سيتناول المفاهيم والرؤى التي لها علاقة بمفهوم حرية التفكير في إبعاده الفكرية والفلسفية. وفي المحور الثاني سيتناول حرية التفكير في علاقته ستتناول الندوة حرية التفكير في علاقتها بالشرط الاجتماعي والثقافي. أما في المحور الثالث والأخير فإن الندوة ستتكب على البحث في ما سميناه نماذج من واقع الحال، أي نماذج يمكن أن نقول أنها تجسد هذا المفهوم سلبا أو إيجابا في المجتمعات العربية وفي غيرها من المجتمعات. إن هذه الندوة لم تكن لتنعقد بهذا الشكل الذي وصلت إليه اليوم لولا رعاية من السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل، الذي عودنا على تشجيع البحث العلمي وعلى دعمه بكل الإمكانيات التي تتوفر في الجامعة، ولا شك في ذلك لأنه قبل أن يكون رئيس الجامعة هو أستاذ باحث وله باع طويل في مجال البحث العلمي، ويعرف بدقة المشاكل والصعوبات التي تعتري هذا المجال ومارسها. والشكر موصول أيضا للسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الذي وضع رهن إشارة هذه الندوة كل الإمكانيات التي تتوفر عليها كلية الآداب، وقبل ذلك شجع اللجنة المنظمة بكلماته وبتحفيزاته وسهل المأمورية في الواقع على هذه اللجنة التي سهرت على التنظيم. الشكر موصول أيضا للصديق الأستاذ عبد الرحمن العمراني الذي في الحقيقة تبنى فكرة هذه الندوة بحماس كبير، وأبى إلا أن تكون هذه الندوة أول حجر في البناء العلاقة بين جامعة مولاي إسماعيل العامرة وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجسدا في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان التابعة لجهة مكناس لجهة فاس مكناس. لا يفوتني أن أشكر أيضا الأساتذة الأجلاء الذين لبوا دعوة هذه الندوة وحضروا إلينا من مدن مختلفة،
فالندوة تشترك فيها 6 جامعات من جامعات المغرب، ويساهم فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال الذين يحملون أهم الفكر في علاقته بالحرية. كما أشكر الأساتذة الكرام الذين سيتابعون أشغال هذه الندوة، وأشكر كذلك الطلبة الأعزاء، وأتمنى أن يكون مقامهم في هذه الندوة ممتعا ومفيدا. سنرفع هذه الجلسة لنصف ساعة لتلبية دعوة السيد عميد كلية الآداب لحفل شاي، ثم بعد ذلك نعود لعقد الجلسة الأولى. شكرا لكم على صبركم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي الكريم. نفتتح هذه الندوة بالجلسة الأولى التي يشارك فيها ثلة من أكثر أساتذة الجامعة المغربية في موضوعات شتى تتعلق بالموضوع الذي اخترته هذه الندوة، وهو حرية التفكير في الثقافة العربية، بتنظيم مجموعة البحث في الدراسات الثقافية في المغرب، وبالتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة قسم الناس. في البداية لا بد وأن أعرب لكم عن سعادتي الكبيرة في تسير هذه الجلسة، وتعود هذه السعادة إلى سببين. الأول يتمثل في تقديمي لهذه الثلة من الأساتذة المرموقين والمعروفين والذين يشتغلون على موضوع هذه المداخلة، هي حرية التفكير في الثقافة العربية، بالإضافة إلى ذلك أنني جد سعيد لسبب ثاني، هو أنني إلى جانب أساتذة من جامعات مغربية مختلفة، من الرباط، من شعيب الدكالي، ومن القنيطرة، وهذا فرح لهذه الكلية، وكذلك نحن جد سعداء باستقبال هؤلاء الأساتذة الذين تجسموا على السفر من هذه المدن ليشاركوننا هذه الندوة العلمية الرائعة، لأن الموضوع هو موضوع رائع كذلك ومهم، وقد قيل به الشيء الكثير في الثقافة العربية، هي حرية التفكير، إلى أي حد نمارس هذه الحرية، وهل فعلا أن الجامعة المغربية استطاعت أو أنها أعطتنا نخبة من المفكرين الذين خاضوا في هذا الموضوع. من المعروف أن الثقافة العربية عرفت محنة المثقفين خلال مسيرتها الطويلة من العصر العباسي إلى الآن، وهناك كثير من النماذج ذكر بعضها الأستاذ حسن مخافي في الجلسة الافتتاحية، نذكر منهم ابن حنبل، ابن رشد، كذلك في سهروردي، الحلاج، وغير ذلك، واللائحة طويلة من التراث، وحتى في العصر الحديث أن حرية التفكير قد تعرضت في كثير من القمع في مصر، في لبنان، في المغرب، نذكر على سبيل المثال الحصر طه حسين، كذلك الأديب المصري الآخر الذي عرفوا بحرية التفكير، كذلك الذي طرد إلى هولندا وهو بقي هناك منفيين تعرفونه، نصر حامي أبو زيد الذي عانى كذلك هو الآخر من هذه الحرية. وحتى لا أطيل عليكم، أن الموضوع شيق ويتطلب يعني صبرا جميلا من المستمعين أو من الأساتذة الموجودين معنا في هذه القاعة، الذي أرحب بهم ثانية هم والطلبة الذين حضروا من تخصصات مختلفة. في البداية أبدأ يعني هناك اعتذار أقولها في المداخلة الأولى للأستاذ كمال عبد اللطيف الذي أحلت به وعكة صحية هذا الصباح ولم يتمكن من الحضور معنا في هذه الجلسة، فقد أرسل مداخلته مكتوبة فهي في اللجنة التنظيمية، فيعتذر عن هذا الحضور ويتمنى لهذه الندوة التوفيق إن شاء الله.
ولهذا أرجو من الحضور الكريم أن أقدم مداخلة على الأستاذ كامل عبد اللطيف رغم أنه غير موجود، سأعطي يعني لمحة قصيرة حول هذا الباحث الألماني المعروف في ثقافتنا العربية والمعني على وجه الخصوص. هو أستاذ محاضر في العديد من الجامعات والمؤسسات المغربية والعربية، هو عضو مؤسس للجمعية الفلسفية العربية سنة 1983، وعضو اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم سنة 2003، وله عدة كتب ومؤلفات. أذكر على سبيل الاختصار وليس على سبيل السرد الكلي من كتبه مثلا العرب في زمن المراجعات الكبرى، محاولة في تعقل تحولات الراهن العربي الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، تضمن جملة من البحوث ووكب في بعضها جوانب من واقع الثورات التي حصلت في بعض البلدان العربية ابتداء من عام 2011، كما كتب له كتاب آخر بعنوان العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب، توقف عن مفهوم العدالة الانتقالية كما تتجلى في تجربته الإنصاف والمصالحة في المغرب، وحاول أن يرصد التحولات الدلالية التي طرأت على مفهوم على هذا المفهوم في الفكر المعاصر. كما له كتاب المعرفي والإيديولوجي الشبكي تقاطعات ورهانات، ناقش فيها الدكتور كمال عبد اللطيف علاقة المعرفي والإيديولوجي الشبكي إلى آخره. يعني أنني حتى لا أطيل، له كتب أخرى من سنة 2003 2008 2011 مجموعة من الكتب، ولا أريد أن أطيل عليكم. إذن نشكر الأستاذ على هذه المداخلة التي أرسلها ونتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. ونمر إلى المداخلة الثانية المبرمجة في هذا البرنامج الموجود بين أيديكم، وهي المداخلة التي أنجزها الدكتور محمد الشيخ، الحرية الفكرية في الثقافة العربية، المدايات والحدود. أستاذ محمد الشيخ هو أستاذ من كلية آداب بنسيك جامعة حسن الثاني للدار البيضاء، والدكتور محمد الشيخ عرف بغزارة كتاباته وإنتاجه العلمي، بل يعد مفكرا وكاتبا وأستاذا متخصصا في الفلسفة السياسية والاجتماعية، ومساهما فعالا في النقاشات التي تتعلق بمسألة التنوير داخل الفكر العربي المعاصر. شارك في العديد من الملتقيات التي تخص مجالات الفلسفة والفكر والسياسة، ألف عددا من الكتب والمقالات في المجالات المذكورة سالفا، تجمع بين عمق البحث والتناول وجمالية الأسلوب والصياغة. بل يعد الأستاذ الباحث مهووسا بفلسفة الدين والحداثة ومسألة التأويل، ومهتم بالتراث الإسلامي في تجلياته المختلفة في علم الكلام والتصوف والفكر والمذاهب الفقهية. فهو غالبا ما يريد أن يشق لنفسه طريقا خاصا به ومنهجا متفردا في البحث العلمي، وهذا ما جعله لسانا أو قلما متميزا في الساحة الثقافية المغربية والعربية. ولا يهتم الأستاذ الدكتور بن الشيخ بالأعلام المشهورين فحسب، بل أنه غالبا ما يبحث عن المسكوت عنه أو غير المرموقين في الثقافة العربية، مما جعل الأستاذ محمد الشيخ أستاذا متميزا، ونتمنى له مقاما طيبا، ونشكره على أنه سيحضر معنا في هذه الندوة لينير الطلبة الموجودين معنا والأساتذة في الموضوع الذي هو يعد موضوع تخصصي. فليتفضل، فالكلمة لك الأستاذ، مرحبا بك وشكرا. شكرا سيد الرئيس، أتمنى أن أكون في هذا المستوى الذي ذكرته عني، فأنا أجهد لكي تمكن من أن أكون كما أوصف أحيانا. بداية لا بد مما ليس منه بد، ومما ليس منه بد تقدم بالثناء الجزيل على الإخوة الذين أسهموا كل بنصيبه في هذه الندوة من منظمين ومن أساتذة كرام ومن جمهور من الحضور الكريم. موضوع مداخلتي يتعلق بالحرية الفكرية في الثقافة العربية، ما هي مداياتها وما هي حدودها، وسأركز على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى في الحرية في الثقافة العربية بعامة، والنقطة الثانية في الحرية الفكرية في الثقافة العربية بخاصة. فيما يخص الجانب الأول
ما يمكن أن أزعمه في هذه البداية هو أنه يحق لنا أن نلاحظ أننا رغم الدمار والضياع الذي أصاب التراث العربي الإسلامي، وأنا أقول هنا التراث العربي الإسلامي بكل مكوناته، الأمازيغي، الفارسي، التركي، بكل الشعوب التي شاركت في إنجاز هذا التراث، ليس حكرا على جنس أو عرق معين. هذا التراث يعني تراث ضخم، بحيث أنه يقدر ما بين 6 مليون إلى 10 مليون مخطوطة، هذا رقم ضخم جدا لكي يعطيكم صورة عنه. لو جمعنا تراثات بقية الأمم من صين ويابان وهند ويونان وغيرها من الحضارات لما وصلت هذا العدد من المخطوطات، فقد ألف هؤلاء المؤلفون في شتى المجالات. صحيح أن أزيد من 90% من هذه المخطوطات هي فقهية، فنحن حضارة فقه، ولكن 10% التي بقيت فيها ما فيها من كتابات في الموسيقى، في العطر، في العشق، في موضوعات من أجمل الموضوعات التي يمكن أن تثار في الثقافة العربية الإسلامية الواسعة الانتماء. ولذلك أعجب ما أعجب منه هو أن تنهض هناك مشاريع تدعي شمولية وتريد أن تقوم هذا التراث تقويما عاما وتصدر كلمتها الفصل في هذا التراث، فإما تصفه بأنه عقلاني أو لا عقلاني أو صوفي أو فقهي أو ما شيء من ذلك الكلام، علما بأنه شهريا تفاجئنا عشرات المخطوطات التي لم نكن نعلم حتى بوجودها، فإذا بها تصدر وقد أكلها السوس أحيانا في بعض مكتبات العالم. فلذلك ينبغي أن نراعي حين نتحدث عن التراث بهذا المعنى كل هذه الشساعة التي تحيط به. وإذا كان هذا ينطبق على كل موضوعات التراث، فبالأحرى أن ينطبق على موضوعنا هذا الذي يجتمع حوله هذا المجمع الحفيد، وهو موضوع الحرية. كيف يمكن أن نتحدث عن الحرية ونستحضر في ذهننا آلاف المخطوطات التي أشارت إلى هذا الموضوع؟ على أي حال، كما يقول الفقهاء، ما لا يدرك كله لا يدرك بعضه، فسنقف عند بعض هذه التجليات. ويهمنا أساسا سؤال إلى أي مدى، سؤال تخم، وسؤال الحدود أيضا، أين وقف الإسلام العربي الإسلامي بمعنى شاسع في هذا الموضوع. أبدأ بداية بما أسميه شخصيا سؤال تخوم، سؤال حرية في الثقافة العربية الإسلامية. ما هو هذا التخم؟ إلى أي مدى استطاع أن يفكر مفكرون القدامى في موضوع الحرية؟ يتساءل مفكر مهمش لربما، وأعتذر لحضور الكريم، قلما تجد من سمع لي، عاش في من أمازيغ جنوب الجزائر، يطرح سؤالا يدعى المنصور بن عبد الغني، يطرح سؤال على شيخه، والسؤال كالتالي: من أي شيء وقعت العبودية في بني آدم وآدم وحواء حران؟ إذن كيف كان آدم إنسان حر وحواء حرة، والآن نرى أمامنا مظاهر كثيرة للعبودية، فمن أين أتت هذه العبودية؟ يسأل عن منشأ العبودية، وبالتالي أيضا بالسلب يسأل عن منشأ الحرية. هذه العبارات تكاد تشبه العبارة التي افتتح بها جون جاك روسو كتابه العقد الاجتماعي. يلاحظ بأن ولد الإنسان حرا، وفي كل مكان ها هو الآن يرسخ في الأغلال. السؤال هنا حول من أين أتت العبودية إلى الإنسان وقد ولد حرا. من الغريب أن يجمع شرقي وهو المنصور بن عبد الغني، وغربي وهو جان جاك روسو،
على النظر في أمر الحرية واستشكال أمرها أو شأنها، وذلك على خلاف الفيلسوف الألماني هيجل الذي حسم المسألة قال إن هناك الكثير من الشعوب لم تعرف للحرية أثراً، وحسم في هذه المسألة ولم يستمر وإنما قطع. بينما نلاحظ هنا أن من هذه الشعوب كثير منها طرحت مسألة الحرية ومسألة العبودية، غير أنني لا أنكر أن ثمة فارقاً بين سؤال المنصور وسؤال روسو. سؤال المنصور يفترض بأنه عدا العبيد بالمعنى الفقهي والاجتماعي، وهذا جزء مما أسميه تراث العار في الحضارة العربية الإسلامية، عدا هؤلاء فإن الناس يفترض فيهم أنهم كلهم أحرار. إذن يطرح قضية الحرية والعبودية في سياق فقهي بالدرجة الأولى، مسألة منزلة الإنسان الحر ومنزلة الإنسان العبد بالمعنى الفقهي للكلمة. بينما يسأل فقيه هذا السؤال وبين أن يسأل فيلسوف هذا السؤال، المعنى الأول الذي قصده المنصور هنا أبو ذلك لما طرح سؤاله المحيي حقا، من أين أتت العبودية للإنسان وقد ولد آدم حرا وحواء أيضا حرا، فمن أين جاءت هذه العبودية؟ هذا بطبيعة الحال يدفعنا إلى التساؤل حول المعاني التي أخذها مفهوم الحرية في التراث العربي القديم. والمحاولة الأساسية قامت بها مع الأسف دائرة المعارف الإسلامية التي أشرف عليها العديد من المستشرقين، ووقفت على الأقل هناك أربع معاني لكلمة الحرية في الثقافة العربية الإسلامية الكلاسيكية. ثمت المعنى الفقهي وهو الذي طغى كثيرا، يتعلق بمقام أو منزلة العبد ومنزلة الحر، يتعلق الأمر بمنزلة أو بمقام، ولكل مقام أحكامه الشرعية الخاصة به. و هذا دفع مستشرقا كبيرا مثل برنارد لويس إلى القول بأن الثقافة العربية الإسلامية لم تعرف ما يقابل مفهوم الحرية، حرية بمعنى الأخلاقي وليس بمعنى الفقهي في قديمها، علما بأن السؤال الذي تحير فيه المنصور الذي بدأت به كلامي يفند هذا الزعم. إذن تمت تصور الشرعي لمفهوم الحرية وهو سقط اليوم بعد حركة تحرير العبيد، سقط محله، فجزء كبير من الفقهيات، واعذروني على هذه الكلمة، راح إلى مزبلة التاريخ هي التي ستحاكمه. إذن ما عدنا اليوم نتحدث عن هذا المفهوم للحرية الذي تضخم في كتاباتنا كثيرا. الفهم الثاني الذي أعطي للحرية في الثقافة الكلاسيكية وهو ما سمي بالتصور المكارمي الأخلاقي للحرية. من هو الإنسان الحر؟ هو الفتى، ومن هنا نشأ أدب الفتوة ونشأ فتوات كثيرة جدا في الثقافة العربية الإسلامية. ومن هو الفتى؟ هو الشخص الأرياحي، وتستعمل كلمة أرياحية اليوم في ثقافتنا بكل الاستعمالات، خذ أرياحيتك وكأنه يقصد بها خذ راحتك، في حين الأرياحية لا علاقة لها بكلمة راحة، الأرياحية هي النزوع إلى العطاء، هي السخاء. شخص أرياحي له قدرة على العطاء، على بذل المال وعلى بذل النفس أحيانا. فالفتى الذي يضحي بماله ونفسه كان يسمى في ثقافة العربية الكلاسيكية ينعت بهذا النعت، وهو أنه فتى حر، فاستعملت كلمة حرية بهذا المعنى، وهذا هو التصور المكارمي أو الأخلاقي بكلمة حرية. ثم كان المعنى الثالث وهو المعنى الصوفي، نصوص صوفية ملأ بالحديث عن الحرية وعن نقيضها العبودية. وماذا كان يقصد الصوفية بالحرية؟ كانوا يقصدون بها أن تتخلص من كل العلاقة، أن لا يكون لبني بشر أو لشيء عهدة عليك
أو تحكم فيك أو شيء من هذا القبيل. كل ما استعبدك تتخلص منه. ومن هنا عبارة صهرة ووردي: أنتم وما تعبدون تحت قدمي. فقتل بسبب هذه الشطحة الصوفية، وكان يقصد بها أنتم وما تعبدون، ولم يقصد أنتم ومن تعبدون. أنتم وما تعبدون، والناس يعبدون المال، يعبدون السلطان، يعبدون الجاه، أو كما قال أبو حيان التوحيدي: وحب رئاسته وحب الجاه وحب المال أهلك الناس أجمعين. فهذه المحبة، هذا التعلق بمثل هذه الأشياء، هو الذي كان يرفضه المتصوفة. فلذلك كانوا يستعملون مفهوم حرية بمعنى رفض أي تعلق بالأشياء الدنيوية أو الدنيوية كيفما كانت هذه الأشياء. ولكنهم سقطوا في مناقضة منطقية غريبة: لا عبودية عندهم إلا لله. وكأنهم أرادوا أن يحرروا الإنسان من العبودية لما في هذا العالم لكي يجعلوه عبداً لما فوق العالم. يمكن فلاسفة من هذا الجانب ناقشوا هذه المسألة. المعنى الثالث الذي كان يستخدم فيه الحرية هو المعنى السياسي القانوني، وجدت في كتابات الفلاسفة السياسيين العرب والمسلمين ورتوه من التراث الإغريقي. لما تحدثوا عن النظام الديمقراطي ولم يعرفوا هذه الكلمة ديمقراطي اللهم إلا ابن سينا في نص مشكوك فيه، كتاب الحكمة العروضية ذكر كلمة الديمقراطية بالحرف، لكن أغلب فلاسفة الإسلام بمن فيهم فارابي كبيرهم إلى ابن رشد تحدثوا عن المدينة الجماعية. حين يتكلمون عن المدينة الجماعية فهم يقصدون بها النظام الديمقراطي، لكنهم لم يكونوا يعيشوا ديمقراطية ولا يعرفوا ديمقراطية. ولذلك وارد الأحكام السلبية التي كانت عن الديمقراطية عند أرسطو وعند أفلاطون بأنها حكم أهل الأهواء، حكم السوقة والسفلة والعامة. والقاموس العربي مليء بالألفاظ التي تشتم شعوب نهاية المطاف، إنما شعوب مكونة من عوام، وتمدح الخواص والخواص الخواص وما إلى ذلك من هذه النظرة الاحتقارية الدنيا. فلذلك الفارابي مثلا يتحدث عن اجتماع الحرية، أن الناس الأحرار الذين يؤسسون دولة في المدينة ومدينة الأحرار، استخدم هذه اللفظة ولكن بأي معنى. يقول: والمدينة الجماعية هي التي قصد أهلها أن يكونوا أحرارا، استخدم الفهم هنا ولكن بأي معنى، بهذا المعنى: يعمل كل واحد منهم ما شاء لا يمنع هواه في شيء أصلا. بمعنى أن الحرية تصير هنا مرادفة للهوى، فحكم الحرية حكم الهوى أو حكم الأهواء. فإذا هذه المفاهيم الأربعة التي استخدمت بها كلمة حرية في الثقافة العربية الإسلامية: المعنى الشرعي الفقهي الوضع الفقهي، ثم المعنى المكارمي الأخلاقي الفتى الحر، ثم المعنى الصوفي التعلق التخلص من كل أشكال العلاقات أو التعلقات، وأخيرا المعنى الحرية هي الهوى، حكم الهوى، حكم النزعات أو النوازع وما إلى ذلك. فإذا هذا تراثنا. ألقي نظرة حول كيف تطور مفهوم الحرية في العصر الحديث. من غريب الصدف أن أول من أدخل كلمة حرية لتراثنا العربي الحديث هو نابليون. نابليون جاء في حملته الماسك، الحملة النابليونية 1798، وألقى خطابا على المصريين بالفرنسية، إنه كان لا يعرف العربية، وبدأه بقسم التوراة الفرنسية بحديثه عن ليبرتي ليغاليتي. كيف ترجم مترجمو هذا الفضاء للعرب هذا النحو؟ هل استندوا إلى التراث كي يجدوا فيه شيئا لعله يسعفهم في الحديث عن الحرية؟ تشوش عليهم المعنى في الحقيقة، تشوش عليهم هذا المعنى. وأحد المترجمين وفي سنة 1802 نقل لفظة ليبرتي بالحرية، ولكن تردد فقال بأن الحرية هنا في التراث العربي الإسلامي تقابل العبودية، فعلينا أن نستعمل كلمة أخرى، واستعمل كلمة الصراح، كلمة الصراح لكي يدل بها على حرية الفعل كما نفهمها بالمعنى الحديث.
وهنغري الفناري في 1841 ترجم كلمة لا ليبرتي سيفيل إلى ليبرتي بوليتيك بعبارتين اثنتين، رخصة شرعية ورخصة ملكية. لم يستخدم حتى كلمة سياسية، استخدم كلمة ملكية، لأنه كانوا لا يعرفون في نظام الحكم اللهم إلا النظام الملكي. فإذا استعملت ترجمت كلمة ليبرتي الفرنسية بالتسريح والصراح، ثم استعملت بمعنى رخصة، إلى أن جاء رفع طهطاوي في رحلته إلى باريس الشهيرة، لما صادف كلمة ليبرتي، لما اطلع على التراث الأنواري الفرنسي وصادف كلمة ليبرتي، هل سينزع نظارة أو الفقهية لكي ينظر إلى كلمة ليبرتي بمعناها الحديث بأنه سيحفظ التراث القديم؟ سيعمل يعمل في كلمة الحرية شيئين اثنين، تأويل سوف يؤولها، ثم بعد ذلك تأصيل، سوف يعمل التأصيل. من حيث التأويل يقف على الفصل الأول من الدستور الفرنسي آنذاك، يترجمه ترجمة التالية: سائر الفرنسيين مستوون قدام الشريعة. لاحظوا كيف ينقل مفاهيم غربية بلغته الفقهية، لم يقل كل الفرنسيين متساوون أمام القانون، وإنما استخدم سائر الفرنسيين مستوون قدام الشريعة، ويضيف وما يسمونه الحرية، المصادفة للكلمة، ويرغبون فيه، هو عين ما يطلق عندنا العدل والإنصاف. بحث في التراث العربي الإسلامي أنه يجد مقابلا لمعنى الحرية بالفرنسي، فوجد كلمة عدل وإنصاف. يقول حتى في كتاب المرشد الأمين للبنات والبنين: وما نسميه بالعدل والإحسان يعبرون عنه بالحرية والتسوية. هذا من جهة التأويل باللفظ. أما من جهة التأصيل فهو يشير إلى أن الحرية التي تتطلبها الإفرنج دائما كانت أيضا من طباع العربي في قديم الزمان. هذا كلام طهطاوي صحته بحذافيره، يؤصل لهذا المفهوم أن العرب عرفوا مفهوم الحرية لأنه كان في طباع العرب، لكنه ينسى شيئا مهما، وهو أن الحرية كانت عند العرب كانت تتحقق خارج الدولة، بلاد سبا، قبائل التي تتحرر من سلطة السلطان، بينما الحرية بمعنى الحديث هي التي صارت داخل الدولة، بحيث لا حرية اللهم إلا بالدولة، فخارج الدولة لا يمكن أن نضمن الحرية بأي وجه من الوجوه. فطبيعة الحال الحرية الفكرية الآن كيف عرفها العرب؟ طبيعة الحال لا يوجد هذا اللفظ في التراث، نفتش ما شئنا، ما شئنا لنا أن نفتش، فلن نعثر عليه، لكن نعثر على طبيعة الحال أول من أسس مذهبا في الحرية في العصر الحديث هو أحمد لطفي السيدي، وأسس حزبا اسمه حزب الأحرار الدستوريين، حزب الأحرار الدستوريين، أول حزب ينادي بالحرية الثقافة العربية الحديثة. ومتى كان ذلك؟ سنة 1922. ولم يرضى كلمة الأحرار، أراد أن يستخدم طيلة حياته كلمة الحرابيين، الحرابيون وليس الأحرار. لماذا؟ لأنه ميز بين أن تكون حر وبين أن تعي بمبدأ الحرية وأن تتبناه وتجعله دعواك الأساسية. فأنت حري هنا ولست حرا بهذا المعنى، وإلا فكل الناس حرا، لكن الذين يدعون إلى الحرية ويجعلونها برنامجهم السياسي يسمون الحريون. لم يكتب لهذه الكلمة أن تنجح في استعمال العربي، وإلا لو كان معنا لطفي السيد لا نصح حزب التجمع الوطني بالأحرار أن يسمي نفسه التجمع الوطني للحريين وليس للأحرار بهذا المعنى. هذه دعواهم اللي لو كنا في زمان لطفي السيد. اختصر لأنه أدرك بأن الزمن يطول. طرحت سؤال: متى عرف العرب المحدثون فهم الحرية السياسية؟
أعود هنا لأنبش في تراث عصرنا ده لأجد أديبا صحفيا مفكرا مات وهو ابن 29 سنة. كان الزمن قاسيا عليه وهو أديب إسحاق من 1856 إلى 1885، وكان له بناء جيد في إنشاء الصحافة العربية، وعن طريق الصحافة والجرائد اصطدم العرب بمفهوم حرية التعبير وحرية التفكير أيضا. فكان أول من أطلق عليها اسم حرية اللسان وحرية القلم. فما نسميه اليوم الآن بحرية الفكر وحرية التفكير كان يسميه هو حرية اللسان وحرية القلم، ويدرك بأن الأمر صعب جدا في الثقافة العربية الحديثة. يقول بأن الغرب نفسه بين مد وجزر في إطلاق هذه الحرية، وأننا نحن بالنسبة إلينا في العالم العربي الإسلامي يتحدث عن قرب عهدنا من الحرية المدنية. نحن قريب العهد ولسنا بعيد العهد من الحرية المدنية والمعارف السياسية. ويقول بأنه لا يمكن أن نحقق على هذا الصعيد طفرة قفزة نوعية، وإنما كل خسارة ما يمكننا أن نفعله هو أن نحقق الحرية الفكرية بالتدريج. أحدثكم الآن عن هذه الحرية الفكرية بالذات، ولكي لا أثقل عليكم، ويضمني ابن المرزبان إلى كتاب التقالة، لكي لا أثقل عليكم ألخص هذه الأشياء في مشاهد. المشهد الأول هو مشهد هنا في القيروان. كان قد زار بغداد سنة 400 للهجرة، وبغداد كانت آنذاك عاصمة الدنيا كأنها نيويورك اليوم. ولما عاد سألوه عن مجالس علم الكلام التي يناقش فيها علم الكلام، فقال له أحد الفقهاء: هل حضرت مجالس أهل الكلام؟ فقال: بلى، حضرتهم مرتين ثم تركت مجالسهم ولم أعد إليها. إحساس بالغضب من هذه المجالس. ماذا كان يقع في هذه المجالس؟ مسألة بالضبط، مسألة حرية تفكير. ماذا كان يقع؟ يصف لنا ما يقع. قال له أحد أصدقائه: ولما هجرت هذه المجالس؟ قال: أما أول مجلس حضرته فرأيته مجلسا قد جمع الفرق كلها. تخيلوا معي في بغداد مجلس ساحة كبرى تضم كل الفرق، المسلمين من أهل السنة والبدعة، إذن هو كان سنيا ويعتبر كل الفرق أخرى من أهل البدعة، والكفار من المجوس، المجوس كانوا يحضرون في قلب العاصمة العالم الإسلامي، والدهرية والزنادقة واليهود والنصارى وسائر أجناس الكفر، ولكل فرقة رئيس يتكلم على مذهبه، كل يناضل على دعواه ويجادل عنه. فإذا جاء رئيس من أي فرقة كان، قامت الجماعة الحضور يقومون إليه إجلالا، يجلون الدهري والزنديق واليهودي والمجوسي وكذا وكذا، وإليه على أقدام حتى يجلس، فيجلسون بجلوسه. فإذا غص المجلس بأهله، إذا اجتمع المجلس كاملا ورأوا أنه لم يبق لهم أحد ينتظرونه، قال قائل من الكفار، أول من له الحق في الكلمة من الكفار حسب منطق هذا الفقيه، ماذا يقول؟ من يخاطبه؟ يخاطبون المسلمين أهل الدار: قد اجتمعتم للمناظرة فلا يحتجن علينا المسلمون بكتابهم، يرفضون أن يحتج المسلمون بالقرآن ولا بقول نبيهم أو بالسنة، فإنا لا نصدق بذلك. يعلنون أنهم لا يصدقون لا بالقرآن ولا بالسنة في عقر دار المسلمين، ولا نقع، وإنما نتناظر بحجج العقل وما يحتمله النظر والقياس. فيقول ماذا يقول المسلمون؟ نعم لك ذلك. فهذا نموذج حول أين وصلت هذه الحرية الفكرية في العصر العباسي في القرن الرابع للهجرة. المشهد الثاني وهو مشهد الحدود، هذه الدخول المدايات التي وصلت، كأننا في ساحة هايد بارك في لندن، حيث لكل شخص الحق في أن يعلن المذهب الذي يؤمن به كيفما كان هذا المذهب. المشهد الثاني وهو مشهد متعلق بالحدود، حتى أنه يمكن أن ننشئ مع الأسف موسوعة حول محاكم التفتيش في الإسلام،
لم تكن محاكم التفتيش فقط في أوروبا وفي الغرب، كان لدينا قضاة وهم بالعشرات وأزعم أنهم بالمئات، ويمكن أن نجمع موسوعة حول أولئك الذين ضايقوا حرية الفكر في الثقافة العربية الإسلامية. واحد منهم اسمه ابن الماريستانية. ابن الماريستانية هذا ماذا فعل؟ كلفه السلطان لكي يحقق مع واحد يشتغل بالفلسفة، وهذا الواحد اسمه عقل، وهو من الفلاسفة غير المعروفين في الثقافة العربية الإسلامية. وهذا الرجل تنقل عنه كتب تراجم أنه قرأ علوم الأوائل بمعنى الفلسفة القديمة وأجادها، واقتنى كتبا كثيرة من هذا النوع، واشتهر بهذا الشأن شهرة تامة. تلبه أحدهم بأنه معطل من المعطلة، يعني معتزل المذهب، وأنه يرجع إلى أقوال أهل الفلسفة في قواعد هذا الشأن، يعود إلى الفلاسفة ويحكم بعض الآراء الفلسفية في المسائل الأصولية. فأوقعت الحفظة عليه، تم التحفظ على كتبه. لاحظوا كيف يستعمل كلمة الحفظة، اختفت من تراثنا اليوم. تم التحفظ على كتبه وعليه هو شخصيا، أوقعت الحفظة عليه وعلى كتبه، فوجد فيها الكثير من علوم القوم أي الفلاسفة، كثير من العلوم الفلسفية. وبرزت الأوامر الناصرية، دولة الناصري، بإخراجها إلى موضع ببغداد يعرف برحبتي، وأن تحرق هذه الكتب، تحرق بحضور الجمع الجم منها. ففعل ذلك، وأحضر لها عبيد الله التيمي البكري المعروف بابن الماريستانية، والذي تكلف بهذه المهمة، وجعل له منبر صعد عليه، ساحة عامة، منبر صعد عليه رجل وخطب خطبة لعن فيها الفلاسفة ومن يقول بقولهم، وذكر عقل عبد السلام هذا بالشر، يعني أساء إليه وشتمه، وكان يخرج الكتب التي له كتابا فيتكلم عليه ويبالغ في دمه ودم مصنفه، ثم يلقيه من يده لمن يلقيه في النار. ستان متضافي، عملية حرق الكتب واضحة، يعني جهارا نهارا. هذه العملية وقعت أيام النازية أيضا مع بعض الكتب، كتب إينشتاين وكتب فرويد. فنحن أيضا في ثقافتنا العربية ولم نخجل من هذا، لأن يجب أن نتجاوز مرحلة الستاد دي ميغوار كما يسميها لاكون، أن ننظر إلى المرآة. فإذا كان العيب ظهر لنا عيب وجهنا في المرآة، فالعيب في وجهنا نحن وليس في المرآة. علينا أن نتطلع مع هذا الماضي الذي تم فيه إحراق كتب الفلسفة. طبيعة الحال من المشاهد العجيبة جدا أن أحد شهود يقول: كنت ببغداد يومئذ تاجرا وحضرت المحفل، وهذا ابن عقنين وهو من تلاميذ ابن ميمون، وسمعت كلام ابن الماريستاني وشاهدت في يده كتاب الهيئة لابن الهيثم، كتاب الهيئة لابن الهيثم، وهو كتاب في الهندسة، وهو يشير إلى الدائرة التي مثل بها الفلك، دائرة فيها رسم فلك، وهو يقول: وهذه الداهية الدهياء والنازلة الصماء والمصيبة العمياء. وبعد إتمامه كلمة خرق ذلك الكتاب وألقاها في النار، فاستدللت على جهله وتعصبه، إذ لم يكن في الهيئة كفر، وإنما هي طريقة من الإيمان ومعرفة قدرة الله تعالى عز وجل. إذن هذا نموذج حين الحدود التي أمكن أن تصل إليها الثقافة العربية الإسلامية في التضييق أحيانا على بعض الآراء، لا سيما منها تلك التي اشتغلت بالعلوم الفلسفية وما دان هذه العلوم الفلسفية. المشهد الثالث الذي أختم به وهو مشهد منامة، وتعرفون بأن في تراثنا العربي الإسلامي آلاف المنامات رويت بشكل جميل جدا. اسمحوا لي أولا وأنا في هذه الأجواء الكنسية الباردة أن أسرد عليكم إحدى أخرب المنامات التي وردت في كتب التراث، وقد فكرت في أن أوردها لأنه في برد مكناس تستحلى المنامات أثناء النوم أولا، وفي حديد النهار أيضا تستحلى لأنها تكون مدفئة، أريد أن أدفئكم بمنام. لكن مع الأسف اسمحوا لي مرة أعذروني، لن أدفئكم، لأن هذه المنامة ليست منامة وردية، وإنما هي منامة سوداء عبارة عن كابوس، عبارة عن كابوس، المنامة عبارة عن كابوس. ما معنى أن يرى المؤمن في منامه أن الله مات؟ هل
هل يمكن أن نسمح بهذا في الثقافة العربية الإسلامية؟ شيء غريب، شيء عجيب. تعلمون أن في الحضارة الغربية بنيت على انفصالات، انفصال الذي أحدثه هوبز بين الدين والسياسة، تبعه سبينوزا العلم والدين، ثم تبعه كانت الدين والأخلاق. ثلاث انفصالات أساسية تأسست بها الحداثة الغربية. هذه الانفصالات كلها يمكن أن تسمى بالدنوانة، عملية الدنوانة. وهذه الدنوانة وجدت خلاصتها في عبارة نيتش المقلقة المزعجة، ولكنها استعارة في نهاية المطاف. ويعرف الأستاذ الأندلسي الذي أفنى ظهراً في قراءة نيتش بأنها كانت استعارة عميقة جداً، إعلان موت الإله. هذا الإعلان ليس لا تأخذه بالمعنى الحرفي موت الإله الشخصي، إله الأديان أو كذا، لا، ويقصد بها موت المحل التي كانت تشفع منها الشرائع والقيم. إذا أردنا أن نعامل بعضنا البعض، إلى متى نلجأ؟ إلى العقل البشري أم إلى قوة غيبية نفترض بأنها هي التي تتحكم في كيف نعامل بعضنا البعض؟ موت الإله هو هذا معناه، أن الأمر صار بيد الإنسان، وأنه هو الذي صار يقوم أي يضع القيم. ومن ثم تحدي الإنسان عند نيتش أنه الكائن المقوم، إذا موت الإله هو هذا. هل استطعنا نحن أن نكتب عن مثل هذه الفكرة؟ ولو في المنام، إذا لم نكن نستطيع أن نحققها في واقع زمن الحداثة. الغريب أن أحد صوفية طريقة النقشبندية في كتاب رشاحات الحياة يقول مالك: قلت يوما لواحد من أكابر سمرقند، إنه إذا رأى شخص في المنام أن الحق سبحانه قد مات. لاحظوا هنا، لم يرى في المنام أن الله مات، وإنما فقط إذا افترضنا. لاحظوا هنا، إذا قرأنا بين السطور لا يستطيع أن يصرح بهذا، لعله هو الذي رأى أن الله مات واحتار في هذا العلم فيريد أن يفسره. طبيعة الحال، فما يكون تعبيره؟ كلمة تعبير في التراث العربي الإسلامي تفيد تفسير الأحلام، والمعبرون هم مفسرو الأحلام، وعلم العبارة عند القدماء هو علم تفسير الأحلام، وما أكثرهم. والآن هناك مخطوطات بالعشرات حول تعبير الرؤيا أو تفسير الأحلام. قال الأكابر، كيف يفسرون هذا؟ إنه إذا رأى أحد موت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فتعبيره كيف نفسره إذا رأى النبي مات في المنام؟ فتعبيره وقوع القصور والفتور في تشرع صاحب الواقع، أنه من قلة همه. ألخص في هذه الكلمتين. وكأنه رأى في منامه موت صورة الشريعة، شكل الشريعة، ما عاد ملتزما بالشريعة. وهذه رؤية أيضا مشابهة لذلك، رؤية موت الله تشبه رؤية موت النبي، وهي انبطال العمل بالشريعة. وقال حضرات شيخنا، شيخ طريق النقشبندية، يمكن، لاحظوا إمكانات تأويل تعدد، تعبير هذا الحلم على وجه آخر، وهو أنه قد يكون لصاحب رؤية حضور بالله، كان حاضرا مستغرقا في الله، وهذا غاية الصوفية. فيزول هذا الحضور في لحظة ما، ذهل عن هذا الحضور في الله، فتكون منه غفلة. فغفلته في النهار هي التي صورت له منامه في الليل بأن الله مات. والتأويل الثالث، وهو التأويل الذي يقدمه الجامي وهو من كبار الصوفية الفرس، خلاصته أن هذا الشخص الذي رأى أن الله مات كان يعبد هواه، فلما توصل إلى الحقيقة بأنه إنما كان يعبد فقط هواه، يعبد الله لأنه يحب المال، يعبد الله لأنه يحب الجاه، فعبادته لله من أجل الجاه، فهو يعبد هواه. أرأيت الذي اتخذ إله هو هواه، هذا اتخذ إله هو هواه. فإذا حين مات هذا الهوى، حين تاب هذا الشخص، أحلم بأن الله مات، بمعنى أن الإله الذي مات ليس هو الإله الحقيقي الذي يعبده المسلمون، وإنما الإله الصمم، الإله الهوى. إذا المغزى من إيراد هذه الحكاية، وبهذا أختم، أن ونستطيع أن نفكر في موضوع عبد الله بالتابو محظورات في الثقافة العربية الإسلامية، وهذا الموضوع الذي شغل الفكر الغربي بمعناه الاستعاري الرمزي
موت الإله، بما أن الإنسان صار يتحكم في مصيره ومعادة الغيبيات التي تحكمه، لم نستطع أن نفكر فيها أن ذكر لها في تراثنا. وإذا ما ذكرت تحولت إلى منامة، وإذا ما تحولت إلى منامة افتراض منامة فقط، لم نجرؤ على أن نجعل منها حتى ولو منامة. بالجملة، ما كان التراث العربي الإسلامي على مذهب واحد فيما يخص حرية الرأي والحرية الفكرية. كانت هناك مدايات فسيحة واسعة جدا، ولكن كانت هناك حدود أيضا. القصة الجميلة الطريفة أنه في قلب الحضارة العربية الإسلامية في نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي حدثت حادثة طريفة جدا. كان يجتمع بالبصرة 10 في مجلس لا يعرف مثلهم. من هم؟ الخليل بن أحمد فراهيدي صاحب العروض سني، والسيد محمد الحميري شاعر رافضي، هذا شيعي، كلهم أصدقاء سني صديق الشيعي، وصالح بن عبد القدوس الثانوي من الديانة الثانوية التي تؤمن بإله النور وإله الظلام، وسفيان بن مجاشع صوفاري، هذا من الخوارج، وبشار بن برد خليع ماجن يعني موجود، وحماد عجرت زندق، وابن رأس الجالوت شاعر يهودي، وابن نظير نصراني متكلم نصراني، وعمر بن أخت المؤيد مجوسي، وابن سينا الحضاني الشاعري صابئي. كل هؤلاء اجتمعوا في مجلس واحد. ماذا كان يفعلون؟ يتناشدون الأشعار والأخبار في حرية تامة. أتمنى أيضا أن نتناشد نحن الأشعار والأخبار، وأن تتيحوا لنا في هذا اليوم الذي هو يوم أخر. شكرا دكتور محمد الشيخ على هذه المحاضرة القيمة والتي أخذتنا في مآخذ كثيرة وجمة، بدءا من الحرية في التراث والحرية بالعبودية، فألخص لنا في أربعة معاني للحرية: المعنى الفقهي، والمعنى مكارم الأخلاق، ثم المعنى الصوفي، والمعنى السياسي الأخلاقي، وما يسمى حكم الهوى والنوازع الثقافة العربية، وما فعلوا كذلك الطهطاوي في ترجمته للحرية في مفهومها الغربي الفرنسي، خاصة الأسطور الفرنسي خاصة. ثم تحدث عن الحرية الفكرية في عصر النهضة، وتوقف الأستاذ الدكتور عند أديب إسحاق، وأعطانا أنه من الأوائل الذين اشتغلوا على المفهوم بطريقته الخاصة، ثم انتقل إلى المدى الذي وصلت الحرية في التراث العربي، فالحرية الفكرية في القرن الرابع، وتوقف عن الحرية الفكرية في القرن الرابع الهجري في العصر العباسي التي وصلت به الحرية إلى أوجها. نتمنى من الله أن يعود هذا القرن في حياتنا المعاصرة، لأنه فعلا عصر الحرية. كان أبو نواس، هنا أتحدث عن أبي نواس بحكم أنني في الأدب، فأبو نواس كان يعني معروف بوصفه للخمر، ولكنه كان إماما في مسجد البصرة، والجمع ما بين هذا المسجد، يصلي بالناس إماما في مسجد البصرة. هو الذي قال: ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فإني أعلم أن عفوك أعظم، وإن كنت لا تستجيب إلا لمحسني فبمن يلود ويسترجيل المجرم. يعني هذا كلام جميل كذلك، وهذا أضيف إلى ما قاله الأستاذ في هذه الحرية في هذه الفترة وفي هذا العصر. ثم انتقل بنا إلى المشهد الثالث في المنامة، وما راجع في هذا المقام، وأعطانا بعض الأمثلة من التراث العربي. نشكر الأستاذ محمد الشيخ على هذه المداخلة القيمة. ننتقل الآن إلى المداخلة الثانية، والتي سيتناولها أو التي سيتدخل فيها الدكتور عبد الهادي مفتاح من كلية آداب جامعة شعيب الدكالي. فالأستاذ عبد الهادي المفتاح هو أحد الباحثين البارزين في جامعة شعيب الدكالي، فهو أستاذ في الفلسفة بكلية آداب والعلوم الإنسانية بهذه الكلية العامة جامعة شعيب الدكالي، وكذلك يعني قدم عددا من الكتب والترجمات والمقالات، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: الفلسفة والشعر، وفي الحاجة إلى ابن رشد في نقد المفهوم الديني للعلم، وفي الحاجة إلى العقلانية. ثم قدم ترجمة التقنية
الحقيقة الوجود مع المرحوم الدكتور محمد سابقة رحمه الله في هذا اليوم، فهو الذي أنجز معه هذه الترجمة، وللأستاذ كذلك مداخلات ومشاركات مهمة سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. نشكره على أن جاء لهذه الكلية ليتحفنا بهذه المداخلة، ونتمنى له التوفيق ونتمنى لكم إصدار جيد لما سيقدمه الأستاذ الجليل. فليتقدم مشكور. شكرا جزيلا لكم جميعا وللحضور الكريم ولكل من أشرف وساهم على نجاح هذه التظاهرة العلمية القيمة التي تتناول موضوعا أساسيا، أو بالأحرى سنتكلم تتناول قضية، هكذا تتناول قضية في غاية الأهمية، وكل قضية تحتاج إلى المناظرة، تحتاج إلى الابتداء، تحتاج إلى البحث، إلى التعمق وإلى الإقناع والاقتناع، ألا وهي قضية الحرية في الثقافة، في الفكر، الحرية التفكير في الثقافة العربية. في حقيقة الأمر حينما نتكلم عن حرية التفكير في الثقافة العربية، فلا يمكن أن نتناول هذا الموضوع، لا يمكن أن ننظر في هذه القضية إلا بالمقارنة أو بالنظر إلى ما المسارات التي اتخذها تاريخها في الفكر الغربي. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يمكن أن نتحدث عن حرية التفكير في الثقافة العربية دون أن نقف أولاً وقبل كل شيء عن طبيعة العلاقة التي تجمع ما بين الحرية والتفكير. نتكلم عن حرية التفكير في الثقافة العربية، هذا موضوع ثاني. ما هي أولاً وقبل كل شيء العلاقة التي تجمع بين الحرية والتفكير؟ أية علاقة بينهما؟ هل يجد التفكير أصله في الحرية؟ هل تجد الحرية أصلها في التفكير؟ من ينبثق عن من؟ وهذه كانت مداخلتي تحمل عنوان جدلية العلاقة بين الحرية والعقلانية. تلاحظون أنني هنا حولت كلمة التفكير بالعقلانية. كان يمكن أن أقول أننا سنتناول أو سننظر في جدلية أو في العلاقة الجدلية بين الحرية والتفكير، ولكن قلنا سنتناول طبيعة العلاقة الجدلية بين الحرية والعقلانية. هذا لمسلمة أساسية، ألا وهي أن التفكير في حد ذاته هو تفكير عقلاني. لا يهمنا ما هي المآلات التي تنتهي إليها العقلانية، أو كيف أن العقلانية تتعدد عفوا، أو ما هي الانتقادات التي عرفتها ووجهت لها، أو هل انتهت العقلانية أم لم تنتهي. فكل هذا مجرد تحصيل حاصل. يظل التفكير تفكيرا عقلانيا، ويظل بما هو كذلك ينظر في، يظل العقل بما هو تفكير عقلاني ينظر في ذاته ويرسم حدوده، وهو الذي ينتقد نفسه. فنحن دائما في رحاب التفكير العقلاني. كيف تأسست العقلانية؟ كيف ظهرت؟ كيف انبثقت عنها الحرية؟ أو كيف انبثقت العقلانية من الحرية؟ وكأننا والحالة هذه سننظر في الأمر نظرة أنطولوجية، لأن الأمر لا يتعلق فقط بقضايا نبحث عنها وننظر فيها ونقاربها انطلاقا من التاريخ، سواء تاريخ الفكر الغربي أو تاريخ الفكر العربي الإسلامي، ولكن يتعين علينا أيضا وكأننا نجدد مطلبنا للحرية إذ نسائلها من ذواتنا، من وجودنا، من حقيقة ما نحن فيه ككائنات تفكر وتتساءل، وهذا هو ما يهم في الأمر. فهناك أهم قضية في هذا الباب، وهي تلك التي تحدث عنها هيدغر حينما تناول مفهوم الحرية في كتابين أساسيين، مفهوم الحرية عند شيليه، ومفهوم الحرية باعتباره مدخل أساسي للفلسفة. دو ليسونس دو لا فيلوزوفي دو ليسونس دو لا ليبرتي انتروديكسيون ا لا فيلوزوفي. كيف، لماذا جعل من السؤال عن مفهوم الحرية مدخلا أساسيا للفلسفة؟ هل انبثقت الفلسفة فعلا عن الحرية؟ يقول إن الحرية هي الماهية التي تحتوي كينونة الإنسان. إن كينونة الإنسان إذن
تجد أصلها في الحرية، أو بالأحرى أيضا إن الحرية تجد أصلها في كينونة الإنسان. وإذا صح التعبير يمكن أن نقول إن الحرية هي كينونة الإنسان، يقول إن ماهية الفكر هي الحرية. نقول أيضا إن ماهية الإنسان هي الحرية، إن الماهية التي تحتوي على كينونة الإنسان وتحولها من حال إلى حال. ونتذكر هذه الكلمة تحولها من حال إلى حال، لأننا سنتحدث عنها أنطولوجيا، وسنتحدث عنها طبيعيا وسياسيا، وسنجد أن الأمر فيه تشابه كبير رغم اختلاف السياقات، ولكن الغاية واحدة وهي تحرير الإنسان والتأكيد على حريته، وعلى أن كرامته هي حريته، كما أن ماهيته لا يمكن أن يستمدها إلا من حريته، وتحولها من حال إلى حال، إنها هي التي يتعين على الإنسان أن يقاد إليها الحرية ليصير إنسانا بحق. الإنسان لا يصير إنسانا إلا بحريته، الشيء الذي يعني أن ماهية الإنسان تتأسس وتبنى في قلب الحرية. لكن الحرية نفسها من المحددات التي تختص بالوجود، أي بالكينونة بشكل عام، إنها محدد يتجاوز كينونة الإنسان، لذا يتعين على كل إنسان بما هو كذلك أن ينخرط ويساهم بالضرورة في هذا التحديد للوجود، فهو لا يكون إلا بقدر ما ينجح في تحمل نصيبه من الحرية. كيف للإنسان أن يتحمل نصيبه من الحرية في قلب الوجود؟ هذا يقودنا، لن أطيل، النصوص كثيرة جميلة هنا ولكن لن أطيل عليه، أن أختصر. هذا يمكن أن نلخصه في السؤال التالي: أين تكمن ماهية الحرية؟ كيف تجعل منا أحرارا؟ أو بالأحرى مما وكيف نستشعرها وندركها بوصفها من صميم ماهيتنا؟ بقدر ما نحن من صميم ماهيتها، العلاقة الجدلية، إن ذلك يرجع بالأساس إلى الشرط الأنطولوجي الذي به يتحدد وجودنا ووعينا وإدراكنا لذواتنا، ألا وهو الاختلاف بين الوجود والموجود، كما جاء في كتاب هايدغر ديال المفاهيم الأساسية. يتحدث بمعنى آخر، حينما يتحدث هايدغر عن الاختلاف بين الوجود والموجود، فإنه يتحدث عن الحرية باعتبارها هو هذا النفي الذي نحن في قلبه ولا ندركه إلا كاختلاف بين الوجود والموجود، لأننا إذا لم ندرك هذا الاختلاف فإننا سنكون آنذاك منساقين في الضرورة العمياء للوجود، للموجود أو للطبيعة، حتى يحال بيننا وبين أن نتأمل في الفكر ونتذكر ذواتنا. هذا يذكرنا مثلا فيما جاء في كتابه الوجود والزمان، حينما يقول إن الزمان هو أفق فهم الكينونة. الإنسان لا يفهم الزمان، لا يفهم الكينونة والوجود إلا في أفق الزمان. والزمان هنا هو التناهي، هي المحدودية، أي أن الإنسان محدود ومتناهي في إدراكه لتناهيه ولمحدوديته، يدرك الإنسان حريته ويدرك وجوده، وإذ يدرك وجوده فإنه بالأحرى يدرك الوجود. هذه الفكرة يمكن أن نجد لها أيضا تفسيرا في قول أحد الفلاسفة بأن اللغة نفسها ما وجدت إلا ليقول الإنسان له. كيف أن الإنسان لأن يفكر يتكلم لأنه كان في حاجة لأن يقول له؟ ماذا يعني هذا؟ لماذا نفهم هذا بافتراض العكس؟ لماذا لم نقول ما وجدت اللغة إلا ليقول الإنسان نعم؟ الحال أن كلمة نعم لا تقال، إنها الضرورة، فحينما يلقى بالحجر ويسقط فهو يقول نعم. كل شيء في الطبيعة يقول نعم، ولذلك فهي لا تحتاج لأن تقال. أما أن نقول لا فهذا رفض، فهذا موقف، وكل موقف يستدعي تبريرا، يستدعي تفسيرا، يستدعي تعليلا، وسنكون إذن في حاجة إلى كلام كثير. هذا يعني أن ماهية الإنسان، حقيقته، حريته، تفكيره إنما يستمدها من هذه الحرية التي يدركها بوصفها محدودية وبوصفها تناهيا وبوصفها عدما، ولكن ليس عدما بالمعنى الذي يقابل الوجود بشكل عام، وإنما ذلك العدم الذي يجعل الإنسان يفكر حينما يتساءل لماذا هناك وجود وليس هناك عدم. هذا السؤال يطرح ضمنيا وكأنه يكمن في قولنا، يطرح ضمنيا، لا يطرح صراحة، ولكنه هو الأصل في كل ما نحن عليه كدوات مفكرة عاقلة تسأل وتتساءل. إن السؤال هو أصل التفكير. وما هو السؤال؟ إنه وقوف على عتبة
هذه لا على هذا المخالف على هذا الذي نحن في قلبه ألا وهو ومن نوره ندرك حقيقة وجودنا ألا واختلافه إدراكنا للاختلاف بين الوجود والموجود كدوات تفكر في نفس الوقت. إذن الحرية هي ماهية الإنسان، الإنسان يستمد ماهيته من الحرية، ولكن الحرية أيضا هنا هي أصل التفكير، ما كان الإنسان ليفكر إلا انطلاقا من الحرية. ليس الإنسان لا يفكر فقط في الحرية، ولكن قبل أن يفكر فيها عليه أن يدرك، أو إذا فكر فيها عليه أن يدرك بشكل عميق أن تفكيره لا يستمد إلا من الحرية. في هذه الحالة نقول إن الفلسفة نفسها قد انبثقت من الحرية، أو إنها تستمد ماهيتها من الحرية. يقول أيضا في دو ليسانس دو لا ليبرتي في كتاب ماهية الحرية، يقول إن الإنسان يستمد ما إن الإنسان يستمد ماهيته من الحرية التي هي ماهية التي هي في ماهية أكثر أصالة من الإنسان، هي أكثر أصالة من ماهية الإنسان، مع أنها سابقة عليه وهو يوجد في قلبها، فهو مجرد مستضيف لله. ولكن الضيافة هنا الضيافة كما نقول مثلها مثل مفهوم الإقامة، الإقامة في قلب الوجود، الإقامة في الحياة، الإقامة هنا لها معنى أنطولوجيا أصيلا. إنه كائن حر في أن يترك الحرية تكون حرية، إذ منه وبفضله ومن خلاله تتجلى الحرية، إن عظمة الإنسان في تناهيه أي في حريته. هذا قول لهايدغر. يضيف أيضا إن الحرية هي الأصل في وجود الفلسفة، فالسؤال عن ماهيتها يحمل في طياته كل أهداف الإنسان ومراميه وتبريراته، ألا وهو بكل بساطة السؤال عن الفلسفة. ومن يفهم هذا السؤال يدرك في الوقت نفسه أنه لا معنى للسؤال لماذا نتفلسف ولأي غاية نتفلسف، لأن الفلسفة لا تتأسس إلا على ذاتها، فإما أن تكون أو لا تكون. شأنها في ذلك شأن الفن، لا يفصح عن نفسه إلا من خلال الفن نفسه. الحرية هي أصل الإنسان وماهيته، الحرية هي أصل التفكير وأصل الفلسفة. حينما نتحدث عن حرية التفكير في الثقافة العربية الإسلامية، فالأمر يأخذنا إلى العلاقة بين الحرية والتفكير كقضية أساسية، والحال أن هذه القضية ظلت دائما تحمل سمة واحدة، ألا وهي العلاقة بين الحكمة والشريعة. فحين تقول حرية التفكير، هذه هي الحرية، حرية التفكير في الثقافة العربية الإسلامية. حينما أقول إنها القضية الأساسية التي ظلت تسم تاريخ الثقافة العربية الإسلامية، هذا يعني أنها معضلة طرحت ولم تحل إلى يومنا هذا. صحيح أننا نحن في رحاب الفلسفة، والآن هناك اهتمام كبير بالفلسفة، وهناك تجدر التفكير الفلسفي وحرية الرأي والتعبير والتفكير إلى آخره إلى غير ذلك، ولكن يبقى أن هذه المعضلة، أن هذه القضية قد عمرت طويلا طيلة تاريخ الفلسفة وكأنها لم تجد لها حلا، بمعنى آخر أنها دائما تطرح إن بشكل أو بآخر، لأن حينما طرحت كقضية صريحة ما بين ابن رشد والغزالي في تهافت وفي تهافت الفلاسفة وفي رد على التهافت ظل الأمر مطروحا إلى يوم من هذا. هذه معضلة لن تحل، بمعنى أنه أن النقاش لن ينتهي فيها، وبدليل ما زلنا نحن إلى اليوم نتناول ابن رشد، وحينما نستحضره إنما نستحضره نظرا لحاجتنا إلى الدفاع عن هذه القضية، ألا وهي ترسيخ مبادئ التفكير الفلسفي، أي مبادئ التفكير العقلاني، لأن الصلة بين العقلانية والفلسفة وطيدة حسب تاريخها كما سنعود إلى ذلك. هناك قضية أخرى، بمعنى تقول حينما يقول هيدغر إن كل عصر يتحدد بمفهوم الحقيقة الذي يهيمن فيه، أو إن كل عصر يتحدد بماهية الحقيقة التي تسود فيه. ماذا يعني هذا؟ أنه إذا لم يتغير مفهوم الحقيقة، وإذا لم تتغير معايير النظر إليها وتحديدها،
هذا يعني أننا ما زلنا نراوح مكاننا في نفس العصر. حينما نعود إلى التاريخ الفكر الغربي عبر مراحله وأحقابه وعصور، هنا العصور لا تتحدد بالسنوات كما نقول القرن عشر سنوات إلى آخره، العصور لا تتحدد بالسنوات، لا تتحدد بمئة سنة أو خمسة، قد يطول العصر أو يقصر بالنظر إلى السمات الأساسية التي تحدده. يصح لنا في هذه الحالة نتحدث عن الثقافة الهيلينية تنتهي منذ ظهور الفلسفة مع الفلاسفة الأوائل إلى وفاة أرسطو والإسكندر الأكبر والعلاقة النواطدة بينهم كما سنذكر في القرن الرابع، منتصف القرن الرابع قبل الميلاد تبدأ الثقافة الهيلينستية من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الرابع بعد الميلاد 8 قرون، ثم تبدأ ما ندعو بين قوسين العصور الوسطى أو إلى آخره، هذا في نظر على كل حال إلى عتبة ما ندعوه بالعصر الحديث أو عصر النهضة وعصر الأنوار القرن 17 إلى آخره. جيد، بأي شيء نقول هو هذا عصر، هذه ثقافة هيلينية، هذه ثقافة هيلينستية، هذه عصور الوسطى، هذا عصر الحديث. نلاحظ إذا ما نظرنا في عمق هذه الثقافات أو في هذه أو هذه العصور أن الذي يتغير دائما هو الموضوع ومناهج النظر في هذا الموضوع. كان السؤال هو لماذا هناك وجود وليس هناك عدم؟ فانفتقت الفلسفة تفكر في هذا الموضوع وتسأل عن الوجود ما هو موجود، هذا الكل المتعين والمباشر، بدأت تبحث في وسائل تبليغها وتفكيرها في هذا الموضوع، فكان النقاش حول المنهج، حول اللغة، حول وتطور الفلسفة لأن تصبح تفكيرا عقلانيا مع أي تفكيرا علميا مع سقراط أفلاطون، مع سقراط أفلاطون وتكتمل من هذه بهذا المعنى مع أرسطو حين أصبحت هي العلم الأول. جاءت الثقافة الهيلينستية فتغير الموضوع، لم يعد الموجود الوجود والموجود هو الذي يشغل بال التفكير ويشكل قضيته بامتياز، وإنما صارت القضية هي قضية الأخلاق، قضية الخلاص الروحي وقضية سعادة الإنسان بالنظر لأننا نعيش بعد هي منسي وفاة إسكندر تزامنت مع وفاة أرسطو مع اتساع الإمبراطورية الرومانية وهيمنتها، وما عاناه الإنسان من ظلم ومن جور، أي من غياب للحرية بمختلف أشكالها، لأن العبودية قد هيمنت وسادت بمعنى بمختلف أشكال، لا على مستوى التفكير ولا على مستوى واقع الإنسان المرير. لذلك بدأ الفكر يتساءل عن خلاص الإنسان وعن حريته وعن سعادته. تغير الموضوع إذن، تغيرت وسائل النظر إلى الموضوع، فكنا إذن في عصر جديد. ثم جاء العصر الوسيط لينتحى معظم قضايا من الثقافة الهيلينستية ألا وهو الخلاص، نظر لأن العقيدة المسيحية قد ظهرت وسادت، وبطبيعة الحال سوف تتناول طبيعة العلاقة ما بين العقل والإيمان أو بين الفلسفة والشريعة، ولكن هذا لم يحل دون أن تعتمد، أقصد المسيحية ومؤسسوها بما فيهم قديس بولس، أن يعتمد الفلسفة وسيلة في تأسيس العقيدة نفسها، بمعنى أن الدفاع عن العقيدة المسيحية حتى ضد الفلسفة كان يمتح من الفلسفة ويتخذها وسيلة لترسيخ هذه العقيدة والدفاع عنها ضد مختلف خصومها. ماذا يعني هذا؟ يعني أن أولا خصوصية الثقافة وطبيعتها ألا وهو هذا الإرث الثقافي، ألا هو هذا الإرث العقلاني، لا يمكن بتاتا أن نضرب عنه صفحا، كل ما باستطاعة العقيدة نفسها ودعاتها والكنيسة التي لم تتأسس كمؤسسة إلا في القرن الرابع، في الرابع بعد الميلاد، لم تستطع أن تنحاز للإيمان أو وتضرب صفحا عن العقل أو عن الفلسفة، لأن هذا كان متعذرا. ودائما نجد بمختلف الفرق، فرقها الكلامية التي سادت في تلك الفترة والفرق اللاهوتية مثل اللاهوت الإغريقي واللاهوت اللاتيني، أن اللاهوت الذي كان يتخذ من العقل وسيلة للدفاع عن العقيدة هو الذي كان يحظى بأولويته، هو الذي كان يدوم لأطول فترات ممكنة، في حين أن اللاهوت الذي كان يحاول إبعاد العقل من دائرة تفكيره واهتمامه سرعان ما كان يتلاشى. واقع الحال هنا أن العقلانية صدرت
عن الفلسفة، والفلسفة صدرت عن الحرية كسؤال مضمر في كل إنسان، إنه السؤال الذي يفصح الإنسان من خلاله عن وجوده وعن كينونته، ثم تحولت إلى ممارسة علمية، صارت علمية، فأصبحنا نحن نتحدث عن العقلانية، أن هي هذا المظهر الذي اتخذه العقل كنشاط علمي، وليس فقط كنشاط فكري يشمل مختلف المجالات ويتجاوز حدود العلم والتقنية ليكون سؤالا عن الوجود بما هو وجود، عن الإنسان بما هو إنسان. قلت يجب أن نقارن هنا بين هذا المسار الذي اتخذه الفكر الغربي والمسار الذي اتخذه الفكر العربي الإسلامي. نحن قضية إشكالية العلاقة بين الحكمة والشريعة، هل هي الشريعة هي الحكمة بنت الشريعة وأختها الرضيعة، الحق لا يضاد الحق بل يوافق ويشهد له، قضيتنا التي ما زلنا حتى اليوم إن بقي وآخر نتحدث عن حرية التفكير في الثقافة العربية الإسلامية، فنجد أن هذه القضية ما زالت تدعونا للنظر فيها. فنستدعي مثلا ابن رشد حينما نستدعيه لنقول أننا في حاجة إلى العقلانية التي دعا إليها، فإننا والحالة هذه ما زلنا نتناول نفس القضية ولم نتخلص بعد من هذا العصر، فلا يمكن الخروج من عصر إلى عصر إلا إذا طوي هذا الملف، أي إلا إذا أصبحنا نفكر في موضوع آخر وبأساليب وطرق أخرى. قلت إن هناك تشابه كبير ما بين روسو الذي سيتحدث عن الحرية وسيؤسس لها سياسيا، الحرية كأصل ستصبح غاية الفكري، ستصبح غاية التفكير العقلاني فيما بعد، لأن روسو هو كأنواري هو وريث هذا التفكير العقلاني الذي يتحدث عنه. ماذا يقول روسو؟ إن أقبح أنواع العبودية تكمن هنا في كوننا مرغمين على إخفاء ما نحن عليه لنظهر بمظهر ما لسنا إياه، لقد تحطمت طبيعتنا بدل أن تكتمل، وهكذا شيئا فشيئا حل فينا محل الأنا الأصيل، تذكر الوجود الأصيل، حل فينا محل الأنا الأصيل، أنا مزيف، أنا مزيف، فصار كل واحد منا مزدوجا وشقيا، وانتهى به الأمر إلى الاستئناس بأغلاله والتعود عليها. وهذا يذكرنا بحديث هايدغر عن الوجود الأصيلي والوجود الزائف. هذا ما يقول به إذن روسو، أن الإنسان فقد طبيعته في المجتمع وعليه أن فقد حريته الأصلية، لأن هي أصله، هي أصله، هي براءته، هي ماهيته وهي قيمته وكرامته، بدونها لا وجود له. لذلك يقول جعل من السياسة فنا لبناء الحرية ولكسر هذه القيود. يقول إن الطابع الاصطناعي للمجتمع المدني هو نتيجة إرادة البشر الحرة، هذا هو أساس المنظور الحقوقي، أو إن الاصطناع في السياسة، أي إن الاصطناع الاصطناعية، والاصطناعية تقصد منها النظر والتفكير وخلق هذا الواقع الجديد الذي ينبغي أن يعيش به الإنسان، ألا وهو الدولة التي يكون أساسها أساس وجودها هو التعاقد الاجتماعي. إن الاصطناعية في السياسة أي العقلانية هي التي تجعل من الشأن العام موضوع علم دقيق، وهي التي تشرع جذريا لحرية الإنسان. بطبيعة الحال حتى روسو نفسه سيتعرض للاضطهاد وكتبه ستضحى إلى آخره، وهذا موجود في الثقافتين معا، ولكن هناك اختلاف قوي، أن التفكير في الدولة وفي السياسة وفي الحرية كان يجد له دائما سندا، ألا وهو هذا التقليد التاريخي العريق، لأن الدولة وجد حتى قبل أن توجد الفلسفة، وحتى قبل أن توجد العقيدة المسيحية ممثلة في الدولة كما نظر لها أفلاطون، كما نظر لها أرسطو، كما وجد في الدولة في الإمبراطورية الرومانية التي اعترفت بعد لأيين وجهد بالكنيسة واتخذت ديانة رسمية لها وسمحت بمؤسسة الكنيسة، في حين أن لذلك الفكر ينظر ويفكر، ومن حقه وكتب له أن ينظر في الحرية ويقعد لها في عقل اجتماعي. نحن لم نعرف من الفلسفة السياسية إلا القليل، وآخر نص هنا، لم نعرف من الفكر السياسي إلا القليل. لماذا؟ إذا غابت العقلانية غاب التفكير، غابت العقلانية غابت الفلسفة، غاب النظر في الفكر السياسي. لا يوجد فكر سياسي بالمعنى العقلاني للكلمة، بل يوجد نظر حسب تقليد
بائس، لأن حتى الأفلاطونية أو جمهورية الأفلاطونية حينما وهي الشيء الوحيد تعرف عليه العرب ترجمت في ثقافتهم، ترجمت بشكل مشوه وقليل الفهم، بمعنى كما يقول علي بن خلدون إن الحديث عنها لا يكون إلا من باب الفرض والتقدير، من باب الفرض والتقدير، معنى وليس شيئا واقعيا أو يمكن أن نأمل في وجودها. أين يركز الفكر السياسي الفلسفة كتفكير في القضايا السياسية عندنا عبر تاريخ هذا الفكر؟ يركز هذا التفكير في الخلاصة التي يمكن أن نأخذها من حديث ابن المقفع في مؤلفه رسالة الصحابة، يقول فيه: لا يطاع الإمام في معصية الله. القضية الوحيدة ماشي مشكل حرية، وهي مشكل حرية ولكن تاخذ واحد الصيغة ضيقة جدا، وأنا اختصرت بزاف قضايا لأنها موضوع في ثقافتين غرب شرقا وغربا، اختصرت بزاف. هي قضية معصية الإمام، طاعته أو معصيته، متى تجب أو لا تجب، وليس مشكل آخر. يقول: لا يطاع الإمام في معصية الله، أي في الفرائض والحدود التي لم يجعل الله لأحد عليها سلطانا. أما الأمور الأخرى، هذه السلطة هي العبادة، الصوم، الصلاة، مش لا تصلي، لا تصوم، لا تذهب الحج، هذا أمر لا نقاش فيه، لا يطاع، ولكن بلا. أما الأمور الأخرى، وهذا وبالقصد كلها من رأي وتدبير وغزو وقفول وجمع وقسم واستعمال وعزل وحكم ورأي فيما لم يكن فيه أثر السنة والكتاب، وإمضاء الحدود والأحكام على الكتاب والسنة، والحرب والمهادنة والأخذ والعطاء، وقيس على النقاط، يعني كل القضايا، يعني كل ما يتعلق بالشأن العام، الحياة بصفة عامة، فليس لأحد من الناس فيها حق إلا الإمام، ومن عصى الإمام فيها أو خذله فقد أوتغ نفسه. كلمة أوتغ نفسه، أوتغ فسودة، يعني فسودة، صار فاسدا، مارق عن الدين، وكلمة ولكن جملتها كلمة أخرى، أهلك نفسه، هلك بمعنى لقد أهلك نفسه. تلاحظون هذا الشأن العام، العقد لم تستطع أختتمنا، هذه مشكلة كبيرة، لأن النظر الفكر السياسي لم يظهر فكر سياسي من حق الكلمة، أو كما يقول محمد عابد الجابري سواء في كتابه نقد العقل السياسي أو نقد العقل الأخلاقي، أن الفكر السياسي العربي مليء بالمفاهيم العنف، بالألفاظ، مليء بألفاظ العنف، ولكن لا نجد مفاهيم ذات بعد سياسي مدني. لا توجد لنا ما هو ديني، لا نقاش فيه، ولكن ما هو ديني، أما ما هو مدني فلا يمكن أن نناقشه أبدا. لم تتأسس فلسفة سياسية، هو في الأصل لم تتأسس عقلانية، الفلسفة لم تظهر أصلا، أن الإنسان العربي فعلا ظل يعتبر هذا الفكر الذي هو في حقيقة الأمر من صميم ماهيته وهويته وحقيقة ذاته ووجوده شيء ينظر إليه كشيء يأتيه من الخارج مستورد، وبالتالي فهو يعيش في عالم زائف ومزيف ولا يعيش حقيقته بشكل أصيل، سواء كما تقول الفلسفة أنطولوجيا أو كما تقول الفلسفة السياسية طبيعيا وواقعيا واجتماعيا. وشكرا جزيلا. علاقة بين الحرية والعقلانية، وحاول أن يربط هذين المفهومين بالثقافة الغربية والثقافة العربية، وأعطانا أن العقلانية هي مظهر الذي يتخذ العقل في تشكيلاته المختلفة، وأن الدولة كما يقول وجدت قبل الفلسفة وقبل الشريعة وقبل أي الأحكام الموجودة، ولا يوجد فكر سياسي دون فكر فلسفي، وطاعة الإمام ومعصيته كما حدد في الثقافة العربية الإسلامية من خلال منظر فلسفي، وختم كلامه أن الفكر السياسي يعني مستند ما يأخذ قولة الجابري، فيقول بأن مليء بألفاظ العنف ولا نجد مفاهيم ذات بعد سياسي مدني. لم تتأسس فلسفة سياسية لأنه لم يجد عندنا فكر عقلاني في هذا العصر، وهذه هي الخلاصة التي قدمها الأستاذ الدكتور عبد الهادي مفتاح. الآن ننتقل إلى المداخلة
الأخيرة وليست الآخرة في هذه الجلسة، وهي المداخلة التي سيلقيها الأستاذ الدكتور محمد الحيفيب، أستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن طفيل من القنيطرة. موضوع مداخلته حرية التفكير ومفارقات التنوير. فالأستاذ يعني أستاذ محمد هو دكتور في الفلسفة، وخاصة فلسفة الدين والفلسفة السياسية بالجامعة التي ذكرناها ابن طفيل، وهو منسق اللجنة العلمية لمعهد إدريس بن زكري لحقوق الإنسان بالرباط. تابع دراسته بجامعة محمد الخامس بالرباط، ويهتم بإشكالية الحداثة والنهضة وعوائقها الثقافية والسياسية. ويعد الأستاذ من الباحثين القلائل في علم الأديان في جامعتنا المغربية. هذا العلم الذي لم يقدر له بعد أن يحظى بالاهتمام الكبير في مؤسساتنا الجامعية، بل يكاد يكون حضور منعدما في مؤسسات التعليم العالي، بالرغم أننا نعيش عودة الدين في عصرنا هذا بأشكال مختلفة وطرق متعددة، مما يفرض علينا أسئلة جديدة وإشكالات تطالبنا بإعادة تعريف الدين بعلاقته بالسياسي وعلاقته بالاجتماعي وعلاقته بالعقل وبالحرية وبالهوية الفردية والجماعية وعلاقته بالحداثة وقيمها الإنسانية والتحولات الاجتماعية إلى آخره. قدم الدكتور محمد المحيفيد دراسات وأبحاث مهمة في هذه المجالات الفكرية والفلسفية والدينية، مستعينا بالمناهج الغربية متمثلة خاصة في اجتهادات ميرسي إلياد، والتي هي كانت له جولات مع هذا المفكر في الفلسفة وخاصة بالأسطورة. وقد حرص هذا المفكر منذ زمن مبكر كما يقول الأستاذ محيفيد على تلخيص علم الأديان من آفتين: أولا ما يسميه بالنزعة الاختزالية، وثانيا تخليص المنهج من صنم الموضوعية وضرورة تورطه في المغامرة التأويلية لا مفر منها إن أردنا لعلم الأديان أن يكون مفيدا، وهذا ما جعله يقود في مفهومي المقدس والمدنس كما ساهم مسيح إلياد وتبناهما الأستاذ حيفيد في كثير من دراساته. ومن خلال هذه المفاهيم وغيرها حاول الأستاذ الباحث مقارنة العلاقة المعقدة والملتبسة بين الدين والسياسي في ثقافتنا العربية الإسلامية. نعطيه الكلمة لكي ننصت إلى ما سيقدم في هذه المداخلة. فلكم الكلمة الأستاذ، وشكرا على حضوركم. شكرا سيد الرئيس. إذا سمحت لي شيئا من الـ25 شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام. حين اتصل بي الإخوة في المقدمين لهذه الندوة واقترحوا علي المساهمة، طبعا قبلت بكل فرح وبكل سرور، وافترضت أنه بما أننا في مجال حقوقي علمي لن يكون مفيدا أن نأتي لكي نذكر بأهمية حرية التفكير بالنسبة للأفراد وكرامتهم وحريتهم، ولا بالنسبة للمجتمعات وثقافتها وحضارتها. فهذا أمر يفترض أن الطلبة والأساتذة الجامعيين والباحثين الأكاديميين يحسون ملحاحيته وضرورته يوميا في جلودهم، وكذلك المناضلين الحقوقيين يعيشونه ويعرفون أهميته ويعرفون المآسى التي تنتج حينما يتم الحجر على هذه القيمة السامية المطلقة التي هي حرية التفكير. افترضت إذن أنه ليس المقصود هو أن نذكر بما كتبه أنبياء إن شاء صح التعبير ودعاة حرية التفكير منذ القديم إلى يومنا هذا، بل المطلوب هو أن نشترك فكريا مع هذه القيمة. وأنا من الناس الذين يعتقدون أن هذا الأمر يهم طبعا الناس الذين يشتغلون بالتفكير، ولكن يهم أيضا المناضلين الحقوقيين، لأن قضايا حقوق الإنسان وقيمها قد تضمر
وقد تدوي حتى حينما ننتصر لها، إذا انتصرنا لها كشعارات فقط ولم نأخذ ما يكفي من الوقت للفحص على كل تلافيف الموضوع والتباساته وغير ذلك. والتفكير كما تعلمون ليس تفكير، لا يكون تفكيرا في البداهات والشعارات، بل لا يكون التفكير إلا تفكيرا في الالتباسات والمفارقات، ومن هنا العنوان للمداخلة. وأنا أفكر في الزاوية التي سأتناول بها هذا الموضوع بهذا المنطلق الذي قلت الآن، كنت أعود مرة إلى بعض الكتابات حول حرية التفكير أقرأها، وقد أثارني قول كنت قرأته فيما مضى وعدت له هذه المرة، وهو قول لعلال الفاسي. أجد عند علال الفاسي يقول: ومن لوازم حرية الدين حرية الفكر، فالناس جميعا فللناس جميعا الحق في أن يفكروا إزاء كل مسألة على الطريقة التي يختارونها وبالفكر الذي يريدونه، وليس لأحد أن يكرههم على اعتقاد مذهب فلسفي أو سياسي إذا كانوا لا يختارونه لأنفسهم، وكل من فعل ذلك فقد أخل بأعظم المقدسات. وهذه القولة لا يمكن إلا أن تثير الإعجاب، لأنه في الواقع لا ينقصها شيء لتكون في نفس قيمة ما كتبه بيرباي أو جون لوك أو فولتير، لا ينقصها شيء نهائيا في مساعتها وفي وضوحها وفي صراحتها وفي انتصارها لقيمة التفكير. غير أني لم أستطع أن أمنع نفسي من تذكر واقعة ربما يعرفها البعض منكم أو جلوكم، وهي أنه حينما أثيرت قضية في سنة 1962 وهي قضية أتباع البهائية في الناظور سنة 1962، اكتشف بين مزدوجتين بعض الناس في الناظور تبنوا الديانة البهائية وقدموا للمحاكمة، وكان آنذاك علال الفاسي وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وكان من أكثر المتشددين في محاكمتهم التي وصلت إلى إصدار حكمين بالإعدام ذلك الوقت، وقام سجال آنذاك بين من جهة رضا قديرة وحجي وغيرهم ومن جهة أخرى ديك الثاني علال الفاسي، وكان علال الفاسي في معسكر الذين لا يتسامح مع قضية البهائية. ها نحن أمام مفارقة أولى وأمام تناقض، كيف سأفسر هذا التناقض؟ قد يذهب البعض في تسرع إلى اعتبار أن هذا دليل على أن إيمان الرجل بقضية حرية التفكير كان إيمانا مجروحا وسطحيا وغير متجدرا، وأنه ما إن اشتبك مع الوقائع الحقيقية حتى انكشفت اعتقاداته الحقيقية. شخصياً لا أؤمن بهذا التفسير، ولا أشك في أن ما كتبه علال الفاسي في هذا الكتاب في الحرية أو في النقد الذاتي أنه كان صادقاً وكان مؤمن بما يقول. فكيف سنفسر إذن هذا المفارقة؟ وأنا أفكر في هذا التعارض تذكرت مفارقة أخرى ليست من المجال الثقافي العربي الإسلامي، لأنه قد يقول البعض وهذا دليل أيضا على أن حرية التفكير كقيمة ليست موجودة عند حتى الداعين لها في الثقافة العربية فهي ضامرة. تذكرت مفارقة شبيهة لدى الأب الحقيقي والروحي الحقيقي لأصل حرية التفكير في جذورها أو تماشيرها اللاهوتية، وهو مارتن لوثر. مارتن لوثر هو من الناس الذين قعدوا لفكرة أو لقيمة حرية التفكير وحرية الضمير، طبعا بحجج ديولوجية لاهوتية، لكن يكفي أن تقارنوا ما كتبه في كتاب حرية المسيحي وتقرأوا من رسالة التسامح لجون لوك حتى تجدون أن الحجج متشابهة، ويكاد جون لوك يكرر ما يقوله مارتن لوثر في تبرير شرعية احترام حرية الضمير والوجدان والاعتقاد عند الأفراد وعند الناس، نجدها عند مارتن لوثر. ولكن مارتن لوثر نفسه وهو يكتب هذه الكتب القوية في حجاجها
من أجل إثبات وانتصار لحرية التفكير، فيما بعد تقريبا بعد 10 سنوات من كتابة هذه أخذ موقفا عدائيا ضد الزانابتيست معادو التأديب، وهي طائفة دينية ظهرت آنذاك، وأيضا كتب كتابا في التسامح مع اليهود، ولكنه سرعان ما ارتد عليه وكان من الذين يدعون إلى الجهادية. وعلى الحين نلاحظ أنه مسألة لا تتعلق فقط بالإعلان الفاسي والثقافة العربية الإسلامية، بل قد تطال أيضا مجال مفكر آخر ومهم. يعني أقول لكم مارتن لوثر ليس شخصا عاديا فيما يخص موضوعنا وهو حرية في الواقع. لكي نفسر هذه المفارقة وجدت إشارة لطيفة ونابهة جدا لعبد الله العلوي في كتابه الحرية، وهو يقول أحيانا بتلك اللغة التي تميزه التي تبدو أحيانا غامضة وملتبسة، يقول إن تناول الحرية قد يكون عن طريق الحريات الليبرالية، وقد يكون عن طريق نظرية الحرية. ليس لدي الوقت الآن لكي أخوض في هذا التمييز عند العروي، لكن حينما نضع الحرية ونقرنها بالمطلق فإن النتيجة النهائية أو النتيجة المنتظرة هي الوصول بكيفية جدلية ومفارقة إلى إلغاء الحرية. ولذلك يقول يعني العروي تعقيبا على علّ الفاسي، ويتكلم عن الحرية بصفة عامة، يقول إن علّ الفاسي لا يتصور حرية فكرية موجهة ضد الإسلام كدين، لأنها ستكون موجهة ضد الحرية نفسها. ها أنتم ترون أن علّ الفاسي لم يكن يعيش بر. قد ربط الحرية بفكرة ما يمثلها الإسلام، فبالتالي لا تفهم حرية الاعتقاد، وهو يتكلم آنذاك عن حرية الاعتقاد والفكر، لا يفهمها إلا متطابقة مع الإسلام، ولا يتصور أنه ممكن أن يكون هناك فكر آخر. وما نجده عند مارتن لوثر نفس الشيء، لأنه هو كان يتكلم مع اليهود وهو يقول في عبارة فاضحة، يقول لا تضطهدوهم، دعوهم بالكلمة الطيبة وسيأتون إلى عقيدتنا. هذا هو الانتظار. دوز 11 سنين ما سمعوش ليه، هو يتقلب كل بساطة. إذن هذا المنطلق المطلق هو مرتبط بقيمة بأصل المبدأ ديال حرية التفكير، الذي في جذوره اللاهوتية كما بينت الآن وفيما بعد انعكس على الفكر الإنساني الغربي. أنا تكلمت على يعني مارتن لوثر، ولكن يعني خذوا مثلا كتاب ديال في كرامة الإنسان ديال بيكر ميروندولي، كيتكلم فيه على شنو هي الكرامة الإنسان وأيضا النصوص المؤسسة. ولكن الكتاب هو أن الله يخاطب الإنسان ويقول له إيه يا ابن آدم لقد جعلتك حرا. الله هو ضمانة هذه. فالمطلق موجود هنا في مفكر إنسانوي وليس ديني. وإذا رجعتوا الذين منكم قرأوا الإخوة كرامازوف لدوستويفسكي، لاشكي تذكرون تلك الصفحات الشيقة الموجودة، ولم يبدو أنها مقحمة في الرواية، التي يحكي فيها إيفان أحد الإخوة إلى أخي اليوتشا قصة، وهذه القصة تجري في عصر محاكم التفتيش المسيحية في إسبانيا. والأمر يهمنا إذن، لأن محاكم التفتيش هي تلك اللوتة السوداء التي تخجل منها الإنسية الغربية، لأنها هي التي تم فيها اضطهاد التفكير بمحاكمات عبثية تفتش في أذهان الناس وفي تفكيرهم وتعاقبهم بالحق. ويقول تجلى يسوع الرب، ظهرك أيها الناس، فانتبه له البشر بجاذبية خاصة وعرفوه وتحلقوا حوله وبجلوه، وسرعان ما جاء الكاردينال الأكبر واعتقده على أساس أنه مشعوذ يدعي أنه المسيح، وذهب به إلى زنزانة منعزلة
وفي الليل دخل عنده وقبل أن يتكلم يسوع المسيح قال له لا لا تتعب نفسك، أنا أعرف أنك أنت يسوع المسيح، أنك لست مشعل، ولكن لماذا جئت الآن؟ لماذا جئت الآن وقد قمنا لقرون بمهمة نبيلة للبشرية هي أن نجعلها في حل من خطر التفكير وفي حل من خطر الاختيار ونحدد لها طريقة الخلاص، وأنت تريد أن تهدم الآن كل ما بنيناه لقرون، وهي واضحة للرواية بأنها أيضا تجعل ضمانة حرية التفكير هو مطلق. إذا وصلنا إلى هذا الحد من التفكير يبقى المنتظر إذن هو أنه حينما ندخل إلى عصر الحداثة والتنوير موت الإله فإذن لا يعود هناك مطلق، وإذن ما إن نلج عصر التنوير وهو عصر الحرية الفردية والعقل والإنسان والقدرة على الاختيار حتى نخرج من هذه المفارقات، نتوهم أن هذا هو الذي حصل، لكن المتابعة المتأنية قليلا للأمر تجعلنا أن نلاحظ أشياء أخرى. خذوا مثلا كلنا حينما نريد أن نتكلم عن حرية التفكير قد تشرعت قانونا بالضرورة علينا أن نذكر إعلان حقوق الإنسان والمواطن وهو مفخرة الثورة الفرنسية التي أعلنت حقوق الإنسان كما حددها التنوير المادة 10 والمادة 11 تحدد ما نحن بصدد حرية الرأي وحرية التفكير وحرية الإبداع وحرية الإعلام عن هذه الآراء كاملة. ننسى غالبا أنه في نفس السنة صدر قانون آخر يسمى قانون مشبوهين الوالي سيسبين، وبمقتضاه ذهب إلى المقصلة آلاف البشر لآرائهم المختلفة، وقد أفرزت الثورة الفرنسية ما عرف بالإرهاب الذي كان ضحاياه الإرهابيون نفسهم أو المريض نفسهم مثل روبسبيير. نحن هنا لم نعد في ما كنا فيه سابقا، كيف نفسر أيضا هذه المفارقة؟ هاكم مثال آخر، ها هي كثير من المجتمعات الغربية والديمقراطية الليبرالية وريثة الأنوار ووريثة قيمها و حادبة على هذه القيمة والمنتصرة لها، نفترض أنهم المفروض أن حرية التفكير لديهم بخير، والذي ألاحظه أنه في سنة 2007 صدر في فرنسا مجلد كامل عنوانه رأيكم عنوان بفصل Dictionnaire des livres et journaux interdits par arrêt ministériel de 1949 à nos jours. مجلد يحصر عدد يعني العدد ديال المجلات والكتب التي تم حضرها من سنة 1900 وهو عدد معتبر كبير جدا. ثم لا يخلو لا تخلو أخبار كل يوم من خبر منع هنا أو هناك، بل وصل الأمر مؤخرا في سبتمبر في جامعة من الجامعات الأمريكية أوريغون أن أحد أساتذة الفلسفة اضطر إلى تقديم استقالته للتضييق، ولا أقول من هو سبب التضييق سأتي فيما بعد، لكن يعاني من تضييق ولم يعد قادرا على ممارسة الحرية الأكاديمية وهي جزء من حريات التفكير. كيف نفسر مرة ثانية هذا المفارقة؟ مرة أخرى نجد عند عبد الله العروي في كتابه عن الحرية يتحدث عن أن نظرية الحرية تضع الحرية الإنسانية في نطاق المطلق، وهذا تكلمنا عنه، أي في نطاق مفهوم الله، ولكن يضيف لذلك كانت نظرية الحرية عند الألمان فلسفة كلامية تيولوجية، إلا أنها فلسفة كلامية إنسانية تدور حول الإنسان لا حول الله. استنتجوا من ذلك أن المطلق لا يتحدث فقط في الله، بل قد يحل محله الإنسان والعقل وحينما يصبح ذلك يؤدي إلى مفارقة شبيهة بمفارقة علان الفاسي ومارتن لوثر. بيان ذلك كما يلي:
علينا أن نتتبعها باختصار، ربما بقت لي واحد 15 دقيقة، باختصار مسار جدل التنوير إن شئتم. كيف حالت؟ لدينا في البداية دعاة التنوير كلهم الأوائل، منذ كما قلت بيير باين أن لا أربط التنوير بالقرن 18 فقط، منذ هذه البدايات كانوا يعتبرون أن حرية التفكير كما جاء المداخلة في البستان هي التي تشكل ماهية الإنسان الحقيقية وكينونته الحقيقية، بدونها يسقط إلى البهيمية أو إلى الشيبية. واعتبروا أن ما منع ذلك هو حواجز قوية ولكنها خارجية بالأساس، اللي كتمثل في السلطات السياسية أو في الأوصياء الدينية الذين يمارسون الوصاية. ولذلك يكفي أن نقول للناس سابيرودي، تجرأوا على استخدام عقلكم الخاص. تعرفون أن هذا هو شعار التنوير عند كامب في منظومة التنوير، تجرأوا على استخدام عقلكم الخاص حتى تدخلوا عصر التنوير. وما الذي يمنع الناس من التجرؤ؟ هما أمرين في هذا النص، كاين مسألة الجبن والخوف وعدم التجرؤ، وهناك الكسل، وهي حواجز يمكن في الواقع رغم صعوبتها يمكن التغلب عليها. وإذا نحن ندخل إلى التنوير بما أنه جنة حرية التفكير وجنة الجنة التي يعيش فيها الناس أحرارا في ضمائرهم وفي وجدانهم وفي فكرهم، حينما يتسيد العقل نفسح المجال للعقل، وآنذاك سيحدث التنوير. سيضيف طبعا كانت مسألة أخرى، وهي أن الفرد لوحده لن يستطيع الخروج من حالة القصور كأفراد، فعلينا أن نخلق مجالا عموميا تشترك فيه العقول ليحدث النهوض الجماعي. النهوض الفردي لا يمكن، نهوض جماعي. هنا أصبحت عندنا البيبليسيتي العمومية، وأصبح لدينا مسألة اقتران لا ينفك ما بين حرية التفكير وحرية التعبير، ضرورية. وظهر مفهوم الفضاء العمومي كمفهوم أساسي في هذا المجال. لكن في كل الأحوال نحن يكفي أن نقوم بهذا الأمر حتى نقطع دابر موانع حرية التفكير ونحقق الجنة الموعودة هي حرية التفكير. الذي حدث هو أنه في البداية اعتبر أنه هذا الفضاء العمومي لكي ينجح يجب أن يحتكم إلى ما هو مشترك بيننا وهو العقل. العقل المرتبط بالأفراد المجردين، مجردين من ثقافتهم ومن لغتهم ومن انتماءاتهم ومن عقائدهم الدينية، لأن هذه خاصة ما نتفهموش. ما يجمعنا هو العقل الكوني الموحد يونيفرسال. هذا أدى إلى مفارقة أولى، وهو أن أصبح الفضاء العمومي الحر ينفر ويقصي بعيدا كل ما لا ينتمي إلى هذه العقلانية المجردة، ونجدها في مفهوم الجمهورية أو الفكر الجمهوري عموما هو هذا. ولازالت قضايا إلى الآن في فرنسا، الصراعات اللي كاينة هي حول أنه الفضاء العمومي لا يمكن أن يقبل داخله إلا ما يمكن أن يصدر عن عقلانية محددة بأقاليم معينة. طبعا سيظهر فيما بعد أن هناك أناس، وسينتبه لهذا راولز وسينتبه له هابرماز وسينتبه له آخرون، بأنه فضاء عمومي بهذا المعنى هو فضاء فقير، وهو فضاء في الواقع ليس حرا، لأنه يقصي بالضرورة مشارب أخرى ذات اعتقادات أخرى وتصورات أخرى ومنابع أخرى. فهل هي مفارقة؟ المفارقة الموالية هو أنه لم يكن يقبل في الحديث عن الحريات عموما وحرية التفكير ضمنها إلا بالفرد المجرد من كل كما قلت انتماءاته. حينما بفعل في القرن العشرين بفعل الهجرات وغيرها ظهرت مسألة التعددية الثقافية، وظهر أناس يقولون كيجي واحد من السيخ من باكستان أو من البنغال، كيجي واحد مسلم من الجزائر ويصبح فرنسي أو يصبح بريطاني، يقول ما تقولونه الآن في الديمقراطية الليبرالية بأنكم تحتضنون وتستضيفون كل الناس
هو في الواقع خدعة، لأنكم أنتم تستضيفون صورة معينة فقط. أما ثقافتي التي أحيانا تطلبون مني أن أتخلى عنها بمعنى التجريب، في حين أنها هي حاضرة تلقائيا في الفضاء العمومي، فهذا يعني أنه تصبح حرية التفكير هي مضمونة فقط لجزء من الناس. أمام هذه الصعوبة وجد حل آخر، وهو أن نفسح المجال لكل الثقافات الهامشية والثانوية قياسا إلى الثقافة المركزية اللي هي ذات أصول مسيحية يهودية بالأساس وهيلينية رومانية. هذه العملية الثانية اللي تعرفت بسياسة الاعتراف والتمكين، أي أن نعترف بالثقافات المختلفة داخل الفضاء، في التعليم، في الإعلام إلى غير ذلك، وأن نفسح المجال للتعبير عنها وتمكينها. ما معنى تمكينها؟ أي أنه مش فقط نسمح لها كالأخرين، لا، نعتبر واحد امتياز إيجابي، واحد دعم لكي تظهر. هذا سيؤدي إلى ظهور شكل آخر من أشكال تسييج حرية التعبير. قبل أيام كتب الروائي المعروف وسيم العرج في القدس العربي مقالا بعد صدور جائزة أو بعد الإعلان على جائزة كونكور، يتساءل فيه باستنكار لماذا الجزائريين لا يأخذون جائزة كونكور رغم أنهم يكتبون بالفرنسية وهم أدباء أساسيين كاتب ياسين وغيرهم. لم يستطع أن يصل في تقريري، لم يصل إلى جوهر المسألة لأنه حصرها في الجزائريين، والحال أنه يجب أن ينتبه إلى أن مؤسسة كونكور ككثير من المؤسسات التي هي التي تحدد الاعتبار وقيمة الاعتبار الثقافي وبالتالي تعلي وتخفل، هي تقوم أساسا على ثقافة التمكين وعلى إيديولوجية التمكين التي تكلمنا عنها. يمكن لك أن أو يمكن لك حل سليماني أن تأخذي جائزة كونكور إذا كتبتي انطلاقا من كونك امرأة مسلمة مهمشة مضطهدة وفق استهان الغربي على أما أن تكتب امرأة على شيء آخر فكونوا متأكدين أنها لن تأخذ أي جائزة ولن تعترف به. يضاف إلى ذلك أن إحدى المؤسسات الكبرى التي هي التي تمول الآن المشاريع الثقافية وإذا تفسح لها المجال في آليات الصناعة الثقافية اللي هي مؤسسة سوروش وبين قوسين سميتها المجتمع المفتوح. كثيرون منكم يعرفون أن هذا عنوان كتاب كارل بوبر ضد الأنظمة التوتاليتارية والمجتمع الديمقراطي الذي يفتح. هي حينما تقدم لها المشاريع لا يوجد دفتر تحملات لديها، لكنها تقبل ملفات وترفض ملفات، ومعروف أنه الملفات التي تقبل المشاريع التي تمول هي المشاريع التي تأتي وفق هذا. وهذه مسألة عاشها السوريون والعراقيون الذين هربوا من اضطهاد البعثي في العراق والحرب وأرادوا أن يمارسوا فنهم وإبداعهم، حينما يقدمون إذا لم يتكلموا وفق خانات محددة فهو يصبح لا صوت له. أنتم ترون أننا أصبحنا أمام مجال يشبه ما سماه توكفيل الاستبداد الناعي. هناك إكراهات على حرية التفكير، ليست الدولة ومؤسسة سوروش لا تمنعك من أن تكتب ما تريد، ولكنك ستكون غير مسموع وغير حاضر، كما كاتب ياسين الذي تابعي الأمر وينام تحت جسور باريس مقصي ومهمش. أختم بآخر مسألة في المفارقات، وهي أنه اعتقد تنويري الأوائل بسذاجة جميلة أنه يكفي أن نقوم بتعميم المعرفة وأن نفتح المجال لتعميم المعارف والعلوم حتى يتحقق شرط أساسي لنهوض الناس. يكفي أن نؤلف الموسوعة الأنسيكلوبيديا ونضع رهن إشارة الناس المعارف التي تحرره من ممارس الوصاية حتى يحدث لنا أن يقوم كل فرد يتجرأ على استخدام عقله الخاص. وكوندورسي وهو من التنويريين الكبار ولكنه حضر بعد الثورة الفرنسية أو عاش إلى ما بعد الثورة الفرنسية، فبالتالي كان عليه تنزيل أفكار التنوير في الثورة الفرنسية، اشتغل على المدرسة العمومية. وحينما نقرأ مشروع على المدرسة العمومية هو أن نفسح لنا دعم أتى زهرة تتفتح كما قال ماو،
أن نفسح للناس المجال لأن يستخدموا عقلهم، ولكي يستخدموا عقلهم يجب أن نعطيهم المعلومات والمعلومات. قام رئيس فرنسي ماكرون بتشكيل لجنة يرأسها عالم اجتماع فرنسي كبير، وعنوان أو اسم هذه اللجنة الذي يدل على مهمتها هي التنوير في العصر الرقمي. وفي تبريرها لتأسيس اللجنة وستقدم في نهاية هذا الشهر تقريرها، أن الثورة الرقمية التي حدثت ليست فقط في التحميل سلبيات، بل تشكل خطرا على قيم التنوير اللي هي الحرية والعقل. والدراسات التي ظهرت الآن خاصة فيما يخص ما يسمون بأصحاب نظرية المؤامرة الذين هم منتشرون بشكل كبير، تبين بأنه الفكرة الأولى أن الناس يحتكمون إلى الحجة العقلية، ويكفي أن نخاطب عقولهم حتى ينتقلوا إلى التخلي عن الأحكام المسبقة وعن الشعوذة وعن الهلاوس، وأن يتبنوا الأفكار العقلانية. تضح بالملموس أنك تسمى بالإنجليزية دمبركين، أي تفكيك الحجج بكيفية عقلية، لا تنجح في الإنترنت، لا تنجح. ويحاولون غير ما مر بتجارب أن يقنعوا أصحاب هذا الرأي أو ذاك أو ذاك، ومؤخرا فتشي ديال التلقيح دار التجارب، يحاولون بكل المعطيات وبكل ولا يتغير الرأي قيد أنملة. وهذا يدل على أنه في الواقع أن حلم التنويريين الأوائل يعني يرى حدودها. أختم بأن أطلب منكم أن لا يفهم من كلامي هنا أن معركة التنويريين كانت معركة فاشلة في الأصل. المقصود بالنسبة لي أو الخلاصة التي أستخلصها أنا هي أن معركة حرية التفكير ليست معركة تربح مرة واحدة والأبد، وليست معركة سهلة تربح في هذا الموقع أو ذاك، هي معركة متجددة باستمرار وتفرز تناقضات باستمرار، وعلى من يريد أن يتصدى لها عليه أن يتصدى لها وأن يهيئ نفسه إلى أن يتصدى لها باستمرار، حيث تنبت له ينبت له أعداء من هنا وهناك من حيث لا يكتس. شكراً. سي محمد الحفيد على هذه المداخلة القيمة التي حاول فيها أن يأتي على مفهوم الحرية في التفكير بعد المفارقات في عالم التنوير، والمداخلة حاولت أن تعطينا بعض أمثلة حية من العالم العربي والعالم الغربي، من علي الفاسي إلى مارتن لوثر، كذلك أفضل العروي في تفكير عن مفهوم الحرية، وأدخلنا إلى المفارقات الموجودة في هذا العالم سواء من الثورة الفرنسية إلى الآن، رغم أن الثورة الفرنسية جاءت في الفكر والحرية والإخاء والمساواة، ولكنها أبرزت لنا كذلك كما أشار الأستاذ شيئا من الاستبداد والعبودية أيضا بعد انتهاء هذه الثورة، وكما أشار في هذه المداخلة. بالإضافة إلى ذلك أن هناك مجموعة من المفارقات التي تحدث عنها الأستاذ في مفهوم الحرية وهذا التفكير الذي يصاحبها. نشكره على هذه المداخلة القيمة، وحتى لا أطيل نعطي الكلمة للجلوس وللضيوف الكرام لنستمع إليهم وننصت إلى بعض المداخلات التي يمكن أن تنيرنا وتنير المتدخلين في هذه الصبيحة. فالكلمة لكم للقاعة، ونأخذ يعني بالأرقام أو بالأسماء، وأفضل أن تكون المداخلة السؤال يعني قصيرا وموجها بعناية وبدقة وبتركيز، ألا نقوم بمداخلة على مداخلة كما يفعل البعض أو يعلق، لكن نريد السؤال الدقيق. فإذا كانت مداخلة سأوقف صاحب المداخلة، لأن لا نريد مداخلات، لأن سمعنا إلى المداخلة نريد أسئلة فقط. شكرا لكم، فالكلمة لكم. من رفع يده فإنني سأسجل لائحة، ثم بعد ذلك أعطي كلمة على أساس أن التدخل لا يزيد عن دقيقتين، لا يزيد عن دقيقتين. لفجر دقائق غادي نحبس صافي الخوت، تبقى هدايا باش نكون عندي ديكتاتورية المسير أو الرئيس هاد اللحظة. شكرا لكم. فالكلمة للحضور الكريم، نعم الأستاذ سعيد. شكرا.
أولا أستاذ سعيد. نعم أعطيني الاسم. قول لي اسمي. عبد الجليل. أعطيني غير اسم عبد الجليل. الأخت شو الاسم ديالك؟ سعيدة. محسن. نعم حينوت. نعم غنوصلوا سلامة في العدد 6 أستاذ. نعم 7 أستاذ سوسي. نعم عمر. سعود. الاسم ياسين. 10 وغادي نقول هنا وتنسلوا هاد 10 عاد نشوفوا رقم 10 عاد نعاودوا لائحة أخرى رقم 10 ما كاينش هي غادي نبداو بالكلام بالسؤال الأول الأستاذ سعيد حنين فأنت تقدر أعطيه الميكرو فأنت تقدر مشوار جوج دقائق الأستاذ سعيد المنظمين اللي ندوا وأشكر ثانية المشاركين خاصة منهم الذين قطعوا المسافات الطوال في هذه الظروف المعروفة لكنني يعني سيد الرئيس وأنا أشكرك ثالثا يعني أنا غير مقتنع بأن التدخل ينبغي أن يكون في دقيقتين لأن الموضوع هو في الحرية أولا أريد أن أمارس هذا الموضوع الذي هو حرية التفكير في الثقافة العربية أنا شخصيا رغم أنني أمارس العمل في إطار الثقافة العربية والعدد العربي يعني كأنني أجامل نفسي ولا أقتنع بما أعمل بمعنى أنني لا أرى هناك ما يسمى بالثقافة العربية وبالفكر العربي هذا غير موجود فقط عند الانتليجنسيا مثلا اثنان او شخصان في مصر وتجد في القاهرة في سوريا اثنان وفي لبنان اثنان وفي المغرب اثنان يعني كل ما هنالك اقلية بسيطة هي التي يمكن ان تنتمي الى المسمى بالعربية اما القاعدة البشرية الاجتماعية يعني الساحات هناك ثقافات اخرى يمكن لا ينبغي أن نستمر في أن نغفل عنها لأن هناك ثقافات تتهيأ ويتتهيأ وننظر فقط في الفيسبوك ماذا نرى وماذا نقرأ هناك عالم آخر ليس هو العالم الذي نعيش نحن الآن في مثل هذه الندوة هذا قلت لك في البداية لابد أن أتحدث عنه إذن فأول ملاحظتي أنه القول بالتفكير العربي الإسلامي كأن هناك اثنان متميزان قائمان كل في جانب هناك العروبة وهناك الإسلام أنا أعتقد أنه ليس هناك فكر عربي إسلامي منذ متى وأين هو حدوده الجغرافية هل منذ نشأة الإسلام في فوق الأرض هذا غير معقول لأنه لا بد بارك الله فيك أرجوك فقط أقف عند فكرة واحدة الفكر الذي ندعي أنه عربي الآن هو آتي إلينا من الغرب لا من الشمال لأن نحن في غرب العالم نحن ماشي في مصر أو لبنان باش تقول الغرب نحن الآن بالنسبة لنا أوروبا هي الشمال ديالنا ماشي الغرب ليس كذلك بالنسبة غير نقف عند الفكر ديال جون جاك روسو خاصة خسابي لبيل أوديديكاسيون هو الكتاب الضخم الذي يمكن أن يقف عن الحرية عند الأوروبيين لأن كان جون جاك روسو مع ممكنين آخرين مونتيسكيو و يهيئون الثورة الفرنسية فقوله جون جاك روسو لا فري ليبرتي اي دو ناتر سومي كولوا دو ناتير هي منطلق
الحرية الفرنسية والتي جاءت إلى إلى العرب. شكرا سي سعيد. شكرا والله. عبد الجليل. أعطيه الكلمة عبد الجليل. نعم تفضل أستاذ. سنمارس أيضا حقنا في حديثنا في هذه المداخلة على أن لا يتجاوز طبيعة الموضوع دقيقتين. أولا أبدأ بأعلام وبلدان ومصطلحات يتاح لي هذا الموضوع. عندنا حرية التفكير والتفكير الحر والثقافة العربية الإسلامية أحمد لطفي السيد وعباس محمود عقاب ونابليون بونابرت والحملة الفرنسية وما في الأردن والحروب الصليبية ومحاكم التفتيش والكنيسة وإصلاح الدين المسيحي ومرت الوطن والحداثة الأوروبية وأخيرا محمد علي جابر. في مداخلة فضيلة الدكتور وشكرا له على تجشمي على السفر، قال أول من أدخل الحرية إلى الثقافة العربية هو نابليون بونابرت. أنا اللهم إن كان قد خلل يعني الاستبداد والعسكر إلى مصر، لأنه هو قائد الحملة العسكرية بين سنة 1890 و 1901، وكان الهدف من هذه الحملة العسكرية ليس فكريا وليس تنويريا، وإنما هو يعني استبداد قهري للشعب المصري. ثم أيضا أشدتم بأحمد لطفي السيد، وكنت أتمنى لو أشدتم أكثر بعباس محمود العقاد على أساس أنهما في زمن واحد، وهو عباس محمود العقاد كتب فريضة التفكير فريضة إسلامية. ثم أيضا أنا حدث عن الحرية الفكرية والإصلاح الأوروبي، محمد عابد الجابري عنده كتاب في نقد الحاجة إلى الإصلاح، في القسم الثاني يشيد بالفكر العربي الإسلامي والتراث العربي الإسلامي وكونه كان يعني له دور كبير في إصلاح الدين المسيحي، على أساس أن مارتن لوثر يقول الجابري بأنه اعتمد ترجمة معاني القرآن إلى اللاتينية من أجل الإصلاح ويعني قهر العقيدة المسيحية التي تدعو إلى. شكرا شكرا لك. دزج قايف وخليتك. نعم الكلمة للأستاذ سعيدة. أشكر المدخلين. شكرا لكل المتدخلين في عمل هذه الندوة. إذن لا أطيل، سيكون تدخلي يعني خاص بالإبداع. ما مدى يعني حضور الحرية في مجال الإبداع عامة والفن يعني بخاصة، لا سيما إذا كانت مواضيع تترك يعني بعض مواضيع الإيروتيكية أو الإيروسية، مثلا تصوير جسد المرأة وما إلى ذلك، هل يعني هنا يمكن القول بأن هناك يعني ممارسة هذا الفن يعني منظور إليه من زاوية يعني الحرية الفردية وعدم قمع يعني أو ممارسة ترك الحرية لهؤلاء المبدعين؟ السؤال الثاني يتمحور حول أنه ضغط يعني في الأونة الأخيرة مجموعة من المحتويات التي يعني في قنوات اليوتيوب التي تسوق لمحتويات مبتذلة ويعني تتناقض مثلا روتيني اليومي التي تتناقض مع يعني الأخلاق والدين وغيرها، هل يمكن هنا تدخل على الخط يعني الجمعيات الحقوقية لتكبح مثل هذه المحتويات؟ وشكرا. شكرا لك. الآن أستاذ محسن. صباح الخير. شكرا للأساتذة المتدخلين، شكرا للحضور. حقا لسؤال إشكالي هذا الإشكالية المطروحة، إن سواء تعلق الأمر فيما يتعلق بأنه أولا لا ينبغي نحت مفهوم العالم العربي الإسلامي حتى يتكيف إلى المستوى التاريخي وعلى المستوى الحالي هذا المفهوم مع الواقع الحالي، أنه هناك إشكالة نظرية وتاريخية ينبغي أن تحل. إن وإن علاقتها بحرية التفكير، أعتقد أن ربما هناك فرضية ينبغي أن ننطلق منها، وهي أن حرية التفكير في العالم العربي الإسلامي والذي أقتنع فيه بهذا الفضاء هي أنها انتقلت من إشكالية الديني إلى الديني والفلسفي إلى إشكالية السياسي والدين. سأعطي هناك ملامتين كما أعطى الأستاذ ثلاث ملامات. الملامة الأولى هي
للخليفة المأمون لحلمي بأرسطو كما مذكورة هي كما يذكرها الفارس، والمنابة الثانية لأبو الحسن الأشعري كما يذكرها ابن عساكر. توضح أن السلطة السياسية في العالم العربي الإسلامي أو العالم الإسلامي إذا صح التعبير عرف إشكالية الفلسفية والديني لم تتطور لتحل إشكالاتها لننتقل كما عرفها الغرب، بل تم ارتداد هذه الإشكالية لتنحصر فيما هو ديني وسياسي، وذلك بسبب ارتباط الحركة الفكرية بالسلطة السياسية. وأعتقد أن الفرضية ينبغي أن تحل. شكرا. شكرا أستاذ حيلوت. الرئيس. شكرا. بما ان المساله هي فقط اسئله ساحترم. شكرا. الدكتور. السؤال الاول الاستاذ حفظ، اتفق معك جمله وتفصيلا فيما يتعلق بالمفارقه التي اشرت اليها، لكن الا تعتقد بان ما يميز حريه التفكير في المجالات الديمقراطية هو هذه القدرة على التصحيح، مثلا أعطي مثال الآن في الولايات المتحدة، هناك المحكمة العليا ستلغي الحق ديال الإيجاد مؤكد، ولكن حركة المجتمع المدني تعطي بأنه أيضا سنشهد جولات وشبكات أخرى على سبيل المثال فقط. دونك كاين هذا الجانب. أسألك فيما السؤال الثاني الأستاذ محمد الشيخ يتعلق بتلك ذلك المنتدى الجميل الذي تحدثت عنه، والذي جمع بين أصناف متعددة الناس، الذي يشكل بالفعل نموذج في حرية تقريبا يذكرنا بمقولة فولتير قد أختلف معك في الرأي، ولكن ألا تعتقد بأنه المشكل اللي عندنا دائما كان هو ما أسميه بأزمة لموية المتوسط، أي ما كتلقى هذا الشيء، أو في الجانب الآخر هناك استبداد هناك. فألا تعتقد بأنه هذه الإشكالية ديال الغياب، أنه ليس هناك ضخ حقيقي لهذه القيم في المشكلة. شكرا. شكرا لك أستاذ سوسي. أستاذ سوسي. شكرا لكم على هذه العروض القيمة. لدي ثلاثة نقاط أريد أن أطرحها معكم. القضية الأولى تتعلق بإمكانية التفكير في الحرية بعيدا عن الضرورة. وإن تحضروا عن الضرورة تحضروا عن الاحتميات، تحضروا عن في الجانب العلمي عن العلية، أو حتى في السياسة
هنا توت ليتراتور اللي هي غير قابله للاختزال ولا للتجاوز. جوج، اغلب المفكرين والفلاسفه الذين فكروا في الحريه وواجهوها يعني كما قال كما يعني اثار انتباهنا استاذنا السيد حفظ، يسقطون غالبا في هذه المفارقات، مفارقات ما ينطرونه وما يمكن لهم ان يمارسوا الا في اعتقاد فيلسوف واحد، وهو كما تعرفون سبينوزا. لم يحقد ولم ينتج فكرا فيه نوع من الانتقام او حتى من ذم العامة وذم الحرية او الحرية التي منحت لخصومه. النقطة الأخيرة وهي بالتالي في نظري يعني هي خاتمة يعني تحسين هذا الأمر، وهو أنه حين نفهم الحرية بشكل غير مطابق، يعني أي نفهمها وفقا لأهوائنا لرغباتنا لإراداتنا لخيالاتنا لانتظاراتنا، لا شك أننا ننتجها بشكل أو بآخر، وبالتالي نكون بعيدا عن منطق الضرورة. منطق الضرورة هنا نضيف له واحد المفهوم أخير وهو القانون، يعني كالقانون سيادة القانون، وهذا هو النقاش اللي كان في عصر التنوير بين القرن 16 و 17 وحتى إلى اليوم مستمر. كيف نواجه الحالات لا حرية اللي هي الحالات الفوضى والطبيعة وغيرها، كيف نواجهها بحالات اللي فيها الضرورات فيها المنع إلى آخره. شكرا، أتمنى لا أكون قد شكرا. سي عمر، السلام عليكم ورحمة الله. في بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الأساتذة الأعضاء الذين منضمين لهذا الملتقى العلمي العام. أتساءل مع الأستاذ محمد الشيخ، ورد في معرض حديثكم عن التصورات المختلفة لمفهوم الحرية، عدة تصورات، تصور فقهي، الشرعي، الصوفي، الفلسفي، الأخلاقي، القانوني، إلا أنني أرى أن مربط الفرس لكي نحدث تطورا في هذه القضية كما أشار الأستاذ، قضية التفكير، هو التصور الفكري العلمي. لذلك أتساءل معكم أستاذي، ما حدود التفكير في التصور العلمي حتى لا نكون أو حتى عفوا نكون في منأى عن التسيب والانفلات من جهة، وعن الوصاية وفرض الرقابة من جهة أخرى؟ شكرا. شكرا سي عمر. ما قبل الأخير يسير. يسير. شكرا لكل المتدخلين في عملية هذه الندوة. كي أكون مقتطبا، لدي شقين، شق إبستيمولوجي وشق فلسفي. إبستيمولوجيا نتحدث عن الثقافة العربية، وهو نقاش مفاهيم. أصلا نقاشنا كان دائما مطروحا على المستوى الأنثروبولوجي وعلى المستوى السوسيولوجي. ثقافة عربية من أين تستمد أصولها؟ ما هي مراجعها؟ كيف يمكن أن نقول أن هذه ثقافة عربية وهذه ليست ثقافة عربية؟ يعني نفس النقاش عندما نقول ثقافة مغربية، من أين أصولها؟ هل هي شمالية؟ هل هي صحراوية؟ هل هي جنوبية؟ يعني مسألة الأصول في هذه الثقافة من أين تنبتها؟ ثم الحديث عن حرية التفكير، نعرف جميعا أن التفكير يكون مرتبطا دائما بمنهج، يكون مرتبطا بتصور معين، وبالتالي فهذا التفكير يكون مرابط، يكون ملتصقا وموازيا لفعل، وبالتالي حرية التفكير نقصد بها في جهة أخرى حرية الفعل. فهل يمكننا في ظل قوانين معينة تخضع لسلطة ما يسمى ثقافة مغربية أو قوانين مغربية أن نتحدث حتى ولو فلسفيا عن حرية التفكير؟ وشكرا. شكرا لك. المتدخل الأخير في العشرة والدكتور زكريا، فلتتبدأ مشكورا. شكرا سيد الرئيس. شكرا السادة الأساتذة على هذه المداخلات القيمة. أنا فقط عندي سؤال بسيط، وأتمنى من السادة الأساتذة أن يشاطرونني في مقاربتي. السؤال بكل بساطة هو، هل الإنسان العربي يتمتع بالقدرة على تحقيق حرية التفكير؟ هل هو ذاتيا قادر على هذه الحرية؟ هل هو ذاتيا
يستطيع أن ينخرط في حرية التفكير. لماذا هذا السؤال؟ هذا السؤال إذا علمنا ما ذكره عبد الجابري قديما حين قال حاضرنا ليس حاضر، حاضرنا في ماضينا، ونقطة الدفاع عن الذات الحاضرة توجد في الماضي. هذا يمكن أن نقول إننا مستلبون بكيفية أو بأخرى نحو هذا الماضي. هذا الماضي يجرنا، هذا الماضي يهيمن علينا، نحن نقدس الماضي، نقدسه بكل تجلياته. هل تقديس للماضي، هل يستطيع أو تستطيع داخل هذا التقديس أن نجد منفذا نحو حرية التفكير، أم أننا إما أن نكون في حالة استلاب نحو الماضي أو أن نكون في حالة استلاب نحو الآخر؟ وبالتالي أين هي حريتنا نحن؟ أين تبدأ وأين تنتهي؟ وشكرا. شكرا دكتور زكريا. أريد قبل أن أعطي الكلمة للسادة الأساتذة للرد على تساؤلاتكم أن أقدم لكم الجلسة المسائية وأذكر بها للحضور الكريم قبل أن تنصرفوا من هذه القاعة. في المساء عندنا جلسة ستبدأ على الساعة الثالثة، سيترأسها الأستاذ الدكتور محمد الغيلاني، وسيشارك فيها الأساتذة الآتي أسمائهم: الدكتور سعيد يعتيد في حرية التفكير والفكر النقدي، والأستاذ الدكتور عز العرب الحكيم بناني في حرية التفكير بين القاهرة وباريس، والدكتور محمد بن المقدم في حرية الفكر بالفكر الديني العربي، والدكتور محمد ناعم في مشكلة الحرية في الفكر الإسلامي، والدكتور محمد الشجر في الزندقة وحرية الفكر في الثقافة العربية تدقيقات مفاهيمية. هذه هي يعني التدخلات التي ستكون بعد ظهر هذا اليوم إن شاء الله، وغدا إن شاء الله كذلك هناك جلسة ثالثة صباحا، يعني يكون فيها رئيس الجلسة كذلك عبد الرحمن العمراني، وسيتدخل فيها الدكتور محمد أندلسي في شروط إمكان تفكير فلسفي نقدي في الدين والثقافة، الثقافة الإسلامية نموذجا، وكذلك الدكتور حسن مخافي حرية الفكر بين حقوق النص وحقوق القارئ، والدكتور نبيل فازيو مشكلة الحرية في الفكر الفلسفي العربي المعاصر، والدكتور يحيى بن الوليد حرية الفكر في الخطاب العربي الحداثي جابر عصور مثالا. وستبدو مناقشة ورفع للجلسة إن شاء الله. أشكركم على الحضور، ومرة أخرى أهيب بكم أن تحضروا غدا وهذا المساء وغدا إن شاء الله. هذا ما أهيب من طلبتنا الدكتورة وطلبة الماستر أن تكونوا إن شاء الله حاضرين معنا في هذه الأيام. وأعطي الآن الكلمة حرية الرد للأساتذة كما بدأنا، الأستاذ محمد الشيخ ثم الأستاذ عبد الهادي والأستاذ كذلك محمد، فهكذا نقول بارك الكلمة للأستاذ. شكرا سيد الرئيس. الحقيقة أنا ممتن لغاية الامتنان لهذا التفاعل الودود من طرف القاعة، وليست هذه الردود وإنما فقط بعض التوضيحات التي تخص الإخوة المتدخلين، يعني أسميهم العشرة المبشرين بالتدخل. الأستاذ حميد طرح سؤالا أو هيج موجعا متعلق ماذا نسمي هذه الثقافة، هل هي ثقافة عربية أم إسلامية أم كذا كذا. هذا نقاش عريض طويل ووراءه حقوق لثقافات مختلفة داخل نفس الثقافة، ووراءه أحيانا أهواء بطبيعة الحال. وأذكره بأنني استشهدت أول ما استشهدت بمفكر أمازيغي، ذكرته بهذا، ولا فرق عندي بين أن يكون الإنسان أمازيغيان أو فارسيان أو من باكستان أو كذا. الذي جمع بين خلق لنا نوع من المساحة المشتركة هو أنهم كلهم تقريبا تحدثوا بلسان عربي، فالعربية نقصد بها هنا أساس اللغة، ولا نقصد لا القومية ولا العقدية ولا أي شيء من هذا القبيل، بدليل أن المختار السوسي ما ألفه وما أحيا به من المفكرين الأمازيغيين أحياه باللغة العربية، وهذا شيء عجيب جدا وجميل جدا ونفتخر به.
ونحن مستعدون على أن نسمع كل ثقافات بما فيها الأمازيغية وتترجم بعض النصوص لمن لا يتقن الأمازيغية باللغة العربية. نتمنى أن نكتشف هيجل الأمازيغي ومونتسكيو الأمازيغي وروسو الأمازيغي، وسيكون هذا إغناء لهذه الثقافة وهو شيء جميل ومحبب. بعض التوضيحات فقط لبعض الإخوة بحال الأستاذ الجليل اللي قال بأنني قلت بأن نابليون هو الذي أدخل العربية إلى العالم العربي. أنا لم أقول هذا الكلام، قلت بأنه أدخل مفهوم لو كونسيبت لفظة ليبرتي، وليس أدخل، أعرف بأنه جاء في إطار حملاتين على كذا وكذا، من الواضحات من البديهيات، ولكنه أدخل المفهوم، المفهوم لم يكن متداولا وإنما هو استعمله، خاطب الشعب المصري بأنني أنا حامل لواء لا ليبرتي اي ليغاليتي، فاحتار المترجمون كيف يترجمون لفظة ليبرتي. هل يستني لطفي السيد أنشاء ماذا؟ كتب زيد من 15 مقال في الحرية ونصوصه معروفة، وأنشأ نظرية كاملة بل حزبا سياسيا يقوم على مفهوم الحرية. والعقاد نفسه في كتابه رجال عرفتهم يذكر لطفي السيد ويذكر على أنه وكأنه شيخه أو أستاذه الذي تعلم منه، فلا نترك الأستاذ ونركز على التلميذ، ولو ركزت على التلميذ لقال لي أحد الحاضرين لماذا لم تذكر لطفي السيد، فسأدور في نفسي الحلقة المفرغة. الأستاذة سعيدة التي تحدثت عن المرأة والجسد وكذا، لدي هموم كثيرة أود أن أقاسمها معك حول هذه القضية. هناك كتب في الثقافة العربية الإسلامية 95 كتاب حول المرأة، ضاعت أغلبها، واحتفظ من بين لحسن الحظ بكتاب من أبدع ما يكون اسمه بلاغات النساء وصاحبه ابن طيفور. هذا الكتاب جمع فيه أقوال النساء وحكمهن وخطبهن وأشعارهن وما إلى ذلك. قصة هذا الكتاب لها علاقة بما نحن بصدده اليوم. طبعت مطبعة سلفية هذا الكتاب فحذفت منه فصلا بكامله، عنوان هذا الفصل في النساء الماجنات المتهتكات، فيه نكت وحكايات تحكي فيها المرأة عن جسدها وعن الجنس، فاستصغروا عليها أن تكون للمرأة حياة جسدية وجنسية، فقاموا بحذف هذا المقال، بمعنى أن ابن طيفور كان أكثر ليبرالية مما نحن اليوم في زماننا هذا، وهذا غاية المفارقة. صحيح، إذن هل نحن نسيء الأمام أم نعود إلى الخلف؟ هذا مجرد سؤال. كتاب جوامع اللذة ومن أجمل الكتب في الجنس والجسد حول القزويني يفتتح بعبارة تكاد تكون لحداثتها أمرا غريبا، اعلم أن النساء لا تنلن إلا برضاهم. هذا ضد كل تاريخ العرب المبني على الاغتصاب وعلى الجواري والإماء وكذا. والشيء بالشيء يذكر قبل أن تظهر سيمون دو بوفوار كتابها الذي يعد إنجيل الحركة النسوية لو دوزيام سكس الجنس الآخر، امرأة من التراث العربي زوجها اسمه مزبد ومع الأسف لم يحتفظ باسمها، سألت جارتها هذا في القرن الرابع الهجري، لما يا أختها يجوز للرجل أن يتخذ امرأة ومتنة وثالث وربع وما يشاء من الإماء ويتسبب بما يشاء من ولا يجوز للمرأة أن تفعل مثله؟ قالت لها يا أختاه قوم، تقصد العرب والمسلمين، قوم الأنبياء منهم لا وجود لنبيا، والخلفاء منهم استثناءات قليلة في الخليفات اللي كانوا في حضرها، والقضاة منهم والشرط منهم حكمونا كما شاءوا، نحن معشر النساء تتحدث باسمهن، وفعلوا بنا ما شاءوا. صرخت امرأة عربية في القرن الرابع الهجري ضد استعباد المرأة في ذلك الزمان. ولهذا إذا لاحظتم ملاحظة في غاية الأهمية، حين نذكر المرأة في تراثنا قليلات من المحدثات الفقيهات وبعض الشاعرات والمغنيات الجوال، ولسنا أحرارا، لا نذكر ولو فيلسوفة عربية مسلمة واحدة ولو متكلمة
ولو أصولية فقيها أصولية بمعنى أصول فقه لا نذكرها. لماذا تصدق؟ مع أنهن وجدت متكلمات ومتفلسفات، وأنا أعمل طول حياتي على النبش لإخراج هذه الأسماء، وعثرت على متكلمات في علم الكلام تشتغل بالعقيدة. الفقيه لا يريد للمرأة أن تفكر في العقيدة، حتى إن فكرت في حديث أو في الشريعة أحيانا، أما العقيدة فلا، مجال خاص بالذكور. فلذلك لما وجدت متكلمات من اليمن أهديت كتابا لي إلى هذه المتكلمة التي عاشت منذ 5 أو 6 قرون وكانت تناظر زوجها وتناظر في قضايا العقيدة، أي في قضايا علم الكلام، ومن النادر أن تعثر على مثل هذه الأسامي. كان لنا في تراثنا ابن يونس، ابن الجصاص، الأبولي وغيرهم. هذا ماذا فعلوا؟ أنشأوا مدارس. كان ابن يونس يدرس في الصباح تفسير التوراة لليهود، لأبناء اليهود، يجمعهم في المدرسة ويفسر لهم التوراة، ويفسر الإنجيل لأبناء النصارى، وفي المساء يفسر القرآن لأبناء المسلمين، وهو عقيدة المسلمة مقتنع بها. من أين لنا بمثل هذه النماذج؟ هذه النماذج صارت مفقودة لنا اليوم على هذا. لماذا لا تؤسس مدارس تسمى مدرسة ابن يونس أو مدرسة ابن الجصاص أو مدرسة الأبولي، ويقوم بهذا هذه بوح المتنوعة المتعددة السمحة التي تبيح حرية التفكير؟ وبالفعل أنا أوافق الأستاذ ما قال حول أنه توجد عندنا جزر معزولة مورست فيها حرية التفكير، ولكن أغلب الحالات كان فيها قمع للتفكير غالبا باسم فهم معين للعقيدة، ويكاد هذا الوسط يختفي اختفاء تاما، يكاد لا نجد له أثرا. فإما حرية تامة في التفكير في بعض اللحظات في بعض المجالس في بعض البلدان، وإما عبودية تفكير شاملة لسائر يا هذا لا تفكر. هذا كان، وإلا فإن التفكير سيؤدي بك إلى مطاب كثيرة جدا. الأستاذ سوسي أظن ربما توقتك أختصر جدا لما تحدث عن الحرية والقصر والضرورة والإلزام والإجبار وما إلى ذلك. أنا أدعو إلى التأمل في عبارة هيجل، تعريف هيجل للحرية. الحرية هي فهم الضرورة، لا ليبرتي اي لا كومبريانسيون دو لا نيسيسيتي، بمعنى أننا إذا فهمنا الضرورة واستطعنا أن نتحكم فيها وأن نتملكها وأن نعمل بوفقها، قمنا بما قام به إمبراطور اليابان لما احتلت بلاده وفرض عليه دستور أمريكي. أمريكيون هم الذين كتبوا الدستور الياباني الأول، فقال عبارته الشهيرة: لا بد مما ليس منه بد. هذه عبارة الإمبراطور، يعني أحياناً فهم أن الحرية تقتضي أحياناً فهم الضرورة، مثل مثلاً أن صحيح بطبيعة الحال من أن نفكر داخل مثلاً دولة، لا يمكن نفكر خارج دولة، مستحيل نفكر خارج دولة. استأدري الأخ عمر ماذا يقصد بالتصور العلمي للحرية؟ أنا أذكر فقط شيء من أغرب ما يكون. هناك تقليد في التأليف العربية القديمة يسمى كتب الشكوك. علماء عرب شككوا في نظريات علمية غربية. كتاب رازي الشكوك على جالينوس، كتاب ابن الهيثم الشكوك على بطليموس، ونقاش علمي رزين جدا لعالم عربي مسلم لا توجد في كتابه ولا آية ولا حديث نبوي يفكر بكل حرية علمية عالم يعتبر العالم الآخر ندا له، لا يتحدث عن إعجاز علمي في القرآن بمثل ما ابتلينا به اليوم والذي صار سيفا مسلطا على المفكرين. هذا موجود في القرآن وهذه موجودة في الحديث، فلأي منقلب القلب لا أحيانا. فهذا يعني من الإشكالات الكثيرة. أرجو أن أكتفي بهذا القدر وشكرا للجمهور الكريم. شكرا أستاذ كريم. أستاذ عبد الجزيلا تنطلق من ملاحظة أساسية قيلت، وهي تتعلق بصياغة العقل الاجتماعي عند جورج كروسو، ألا هو صلة هذا الكتاب بكتابه إيميل. لقد جعل روسو من التربية
شرطا اساسيا للعقد الاجتماعي. لماذا؟ لانه جعل الحريه رهينه بالعقل، بالعقل المستنير، ولا عقل مستنير دون تربيه ودون تعليم. كروايه ايميل تذهب في هذا الاتجاه. قد استفاد روسو في هذا الجانب من جمهوريه افلاطون، من جمهوريه افلاطون التي اسيء فهمها في الثقافه العربيه الاسلاميه كما قلنا، لان ترجمت ايضا كانت خاطئه. الجمهوريه الفاضله، وكلمه فاضله هي كلمه توحي ذات ايحاءات ودلاله دينيه، كان تقول بان هذا الشيء، هذه الجمهوريه لا توجد الا في العالم، في عالم المفارق، وبالتالي في عالم في الكمال لله. في حين الحق الاصوب ان يقال الجمهوريه العاقله. حين اخطاوا هذا الباب بطبيعه الحال لم يتوجهوا صوب التربيه، صوب التعليم، لان جمهوريه العاقله تحتاج تربيه، تحتاج تدريسا، تحتاج تخطيطا، تحتاج تصميما، اي في نهايه المطاف تحتاج عقدا اجتماعيا مستنيرا. لماذا؟ لان في حاجه الى العقلانيه. اذا غابت العقلانيه غابت الجمهوريه، غابت الحريه، غابت الديمقراطيه، وكل ما يترتب عن ذلك. كيف غابت السؤال اذا كيف غابت العقلانيه في الثقافه العربيه الاسلاميه؟ وهذا ندخل لنا في نقاش ماذا من الثقافه العربيه الاسلاميه غابت. غادي الحديث يطول، ولكن كما قلت سابقا الاشكاليه الوحيده التي هيمنت هي اية صله بين الشريعه والعقيده. لدينا الشريعة الحقيقة ولدت مكتملة، فما حاجتنا إلى هذا النظر والتفكير وما إلى ذلك؟ ولذلك حتى العلم الذي طغى وسمي علما هو علوم الفقه. ما دونه كما في كتاب الغزالي إلى قرنا إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين يضرب صفحا عن العلوم كلها، لأنها غير ذات نفع في حياتنا هذه. حينما نذهب إلى الحياة الأخرى فلن نسأل عما كنا نعرف، بل سنسأل عما كنا نعمل. بخلاف العقيدة المسيحية، وهذا ليس جوهر العقلانية، العقيدة المسيحية، المسيحية وجدت نفسها مقيدة بالعقلانية، شاءت أن نبت، ولذلك في آخر المطاف انتهى بها الأمر دائما إلى أن تدعنا لهذا التفكير العقلاني. في العقيدة المسيحية قلت جعلت اضطرت أساسا إلى أن تخضع لأصول التفكير العقلاني. نعود إلى باش ما نطولش عليكم، العقلية ما تأسس من هنا وما تأسس حتى حينما ظهرت مع المعتزلة. ظهرت مع المعتزلة لأن الذي أسس المذهب الأشعري والذي ساد وهيمن كان هو أبو الحسن الأشعري. وسأعود إلى الرؤية، كيف أسس هذا المذهب؟ بناء على الرؤية، بالألف نقطة، بالرؤية. حينما كان معتزليا عقلانيا، ولكنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إليه في المنام وأمره بأن يصد عن هذه العقيدة، عن هذا التفكير، عن هذا الطريق في التفكير، لأنه بين قوسين لا نص مدعات الاستقرية، وبنى مذهبا بطريقة لا عقلانية. هذا هو حينما نقول الحاجة للعقلانية والتفكير العربي الإسلامي، تفكير لا عقلاني والجبري مثلا يأخذ حتى على الفلسفة المعاصرة كما عند بدوي بأنه تفكير لا عقلاني. لماذا؟ لأن هناك سوء فهم. ابن عربي مثلا تصالح مع التصوف، تصالح معه، ولكن لم يقل ان هذا خطا، ولكن حقيقه لبسنا في حاجته. نعم تصح وسنتسامح معها، اما الحقيقه تصوف حقيقه تخص العارفه الذي يربط صله بالله بشكل مباشر، اما لا تخص كافه الناس، لا تخص المجتمع، لا تخص الدوله. اذا ليس هذا نفيا او اقصاء او تكذيبا، وانما هذا مجال محصور. اما مجال العقل فهو مجال عام يقتضيه الشأن العام، يقتضيه المجتمع، تقتضيه الدولة. لم تكن مشكلة أخرى هو أن الدولة لم تكن حقيقة إرثا، لأن حينما ظهرت الشريعة وظهرت العقيدة تأسس الدولة في نطاق كونها دولة شريعة. أما الغرب فوجد إرثا. حينما نقرأ روح القوانين لمونتسكيو نجد أنه استفاد، عاد إلى الإغريق، عاد إلى الفكر الأرسطي والأفلاطوني والفكر الروماني والثقافة النسطية، ليمتح أيضا دلالات ومعاني الحق الطبيعي قبل ان يقترحوا مفهوما للحق الوضعي. هذه اذا تلاحظ ان الرؤيه ايضا كانت سببا في انفلاته. عفوا اذا سمحتي استاذي، ادعو الجمهور للتامل في هذه الفكره. لم يوجد فيلسوف عربي مسلم، وانا اقطع في هذا ولا استثني، رؤيه في الجنه
كلهم أدخلهم فقهاء إلى جهنم. ابن مهران، فقيه ابن مهران، توفي في نفس الليلة التي توفي فيها فيلسوف عربي مسلم وهو العامل. واحد سيد حلم ابن مهران، قال له ماذا فعل الله بك؟ قال له أدخلني إلى الجنة وقال لي هذا عديلك في النار ورمى في النار. لنعود إلى الرؤية وسأختم بهذا جيد جدا. أنا حتى أنا أحب النصوص تأملها جيدا. الرؤية، ولكن الآن الرؤية بالتاء، والرؤية العقل، الفكر الذي يتأمل ويتساءل ليبحث عن أصله ويؤصل لذاته ولحريته بشكل وجود. وهذا ولا من القليل. قلت لن تتأسس فلسفة، هل فلسفة منظهرت انشغلت فقط؟ هل نعم أم لا؟ ما عن ذلك؟ هذا مشكلتها. ولم تبني أنطولوجيا بالمعنى الحق للكلمة. لاحظوا هذه الرؤية، ونقدم دل الألف أنها تتكلم على الله في علاقتها بالله. ماذا يقول شينينك؟ وسأختم بهذا، وتأملوا أنتم ما الذي يتحدث عن هذه الحرية. فأية حرية بعد هذه الحرية تجاه الله تعالى؟ انظر، إن الإنسان لا يقيم من جانبه أي علاقة مع الله إلا إذا كان حلا من أية علاقة به ومستقلا عنه. إذ في هذه الحالة وفي هذه الحالة فقط يمكن أن يبحث عن الله ويتعرف عنه ويتحمل على عاتقه مسؤولية ما يلقى به إليه أو ما يحمله إياه. إن كائنا من هذا القبيل سيكون مستحيلا، إن كائنا من هذا القبيل سيكون مستحيلا بالأساس بالنسبة إلى الله لو لم يكن الإنسان يملك إمكانية الصد عنه. هذا خلق هو والحرية في أصله أنطولوجي واللاهوت أيضا. مفهوم العميق للحرية السالبة كما تحدثنا عنه في الوجود الأصيل والوجود الزائف، الأفق الزمن هو أفق فهم الكينونة إلى آخره، لماذا هناك وجود وليس هناك عدم حرية أصلية. إن إمكانية الإقبال على الله أو الصد عنه تفترض مسبقا بشكل عام نوعا من الاستقلالية تجاه الله ومن الحرية في مواجهته. إن المفهوم العميق للحرية السالبة كما تحدثنا يعني إذن استقلالية الإنسان وحريته تجاه الله. هذه الرؤية. إذا كان الله تعالى قد خلق الإنسان بهذه الحرية وجعله فيه أصلا لكي لا يكون لعلاقته ولصلته به من قيمة ومن كرامة إلا إذا كانت علاقة حرة، فما بالنا بعلاقة الإنسان بالإنسان؟ هذا ما تبنيه الفكر الغربي، إنه لا ينظر من الآية ولا من السنة ولكنه يبعد النظر ويتأمل لكي يبني ويشيد. هذه معضلة الفلسفة العربية الإسلامية، لم تتح لها فرصة النظر والتأمل في ذاتها لتبني وتشيد، بل لتقلب النصوص وتعيد النظر في النصوص، وليس النصوص بالمعنى الأصيل للكلمة كالنص الذي بين أيدينا الآن، ولكن النص باعتباره تأويلا وتفسيرا لنص يتضمن حقيقة ولدت مطلقة لا إمكانية لإعادة النظر فيها. وشكرا لكم. شكرا أستاذ سي محمد، تفضل. الحرية والضرورة، كل الذين فكروا في الحرية منذ القديم وعوا بأن هذه القيمة هي قيمة الحرية بخلاف قيم ومتون أخرى على الحق على الخير على الجمال يمكن أن نأمل في إطلاقيتها، لكن تم الوعي بأن الحرية هي القيمة الوحيدة التي إذا تمت المطالبة بها في إطلاقيتها نفت نفسها. دابا إلا قلنا لكم لو أنتم أحرار اللي بغا يتكلم في التليفون اللي بغا ينوض اللي بغا يجلس اللي بغا يهضر، ما بقات حرية لأن ما بقات. فالحرية حينما تنفي نفسها بكيفية جدلية، لذلك كان الوعي بالضرورة منذ البداية الذي يلخصه القول ديال هيجل وسبينوزا أيضا. يعني مثلا نعي بأننا لسنا أحرار في أناقها، هناك جذب كيجذبنا للأرض، كاين جوج الحلول، إما نقول نحلموا بأننا غادي بصرة السحري في ألف ليلة ولا ولا، أو سنطير فعلا كما يحدث الآن في الطيران، ولكن بعد أن نعين ضرورة الجذب والجاذبية وإلى آخره. فيما يخص حرية التفكير أيضا منذ البداية لم يتم التعامل معها، حتى لدى الوعي لم يتم التعامل معها بكيفية مطلقة. أول مؤسس للفكر الليبرالي الحديث على عكس ما يتوهم هو توماس هوبز، يعطي لصاحب السيادة لسوفران الملك أو الحاكم أو غير ذلك الدولة، يعطيه السيادة على حرية الناس كاملة. لكن هناك نصوص في ليفياتون تقول بأنه حرية الاعتقاد والتفكير هذه حتى لو أراد أن يتحكم فيها فهو لا يستطيع لأنها مسألة. ولكن ماذا يقول؟ يقول ما يتجلى عن الحرية، شي واحد تكلم على الحرية والفهم
الافعال تحت سلطه صاحب السياده، وحتى التعبير عنها، حتى التعبير عنها لا عند هوبس لا يدخل. فكر كيما بغيتي، خلي داكشي عندك. صاحب السياده هو اللي كيحدد شنو غيبان في الأفعال. لكن سرعان ما تم انتباه الى ان هذه القضيه شنو معنى حريه التفكير بدون ان يتجلى ذلك، هذا لا معنى له. تلميذه إن صح هذا التعبير سبينوزا في الفصل 20 يقول أنه حرية التفكير لا تنفك عن حرية التعبير، ولكن كيستثني الأعمال الأفعال كيستثنيها. هذيك لا، ما فيهاش حرية، ما تدير شي حاجة والآخرين لا، لك أن تفكر، وكيزيد على هوت أن تقول وأن تعبر. بداية القرن، نهاية القرن 18 والقرن 19 عندما قامت الثورة الفرنسية وبغاو يديروا القوانين ديال قوانين الصحافة وقوانين النشر. انتبهوا لواحد المسألة ما انتبهش لها سبينوزا، وهي أنه الأفعال ليست فقط الأفعال، لأن القول هو نفسه فعل، هو نفسه فعل. وكيف أنا ذاك سنقول سنميز بين الفعل الذي عنده أمباكت على ال... ومن هنا تجي ديك الفكرة اللي كثيرا ما كيفهموهاش، أنه بعد المحرقة خرجت قوانين تستثني حتى البحث الأكاديمي اللي كاين فيه المحرقه، اسمهم لي نيغاسيونيست، اللي كاين فيه المحرقه تحت طائره القانون ديال المنع واحيانا الدائره الى اخره، وفوريسون في فرنسا غير ما مره حكم بهذه المساله. قد شنو المبرر ديالها؟ احنا كنشوفوا الجدل ديال المبرر ديالها هو انه نعم حريه التفكير، حريه القول، لكن القول الا كان غادي يشكل اذى على الناس وعلى البشر فانا يمكننا منعه. ولكن بعد شنو وقع؟ وانا غنربط بالفكره اللي قالت الاستاذه، شيئا فشيئا بدا الناس ينتبهون الى ان ما تاسس مع الحداثه ومع الفكر الانوار هو في الواقع فكر ديال الرجل الذكر والابيض، وهذه لعبت فيه فكر ديال ما بعد الحداثه، وخاصه التاثير ديالها في الولايات المتحده فرنش تيوري، انه كاين واحد المركز قضيبي هو اللي كيحدد وكيلوح في الهوامش المهمشين والسود والنساء والمثليين والمعاقين كلهم كيكونوا في الهوامش، واصبح المطلب التحرري هو قلب هذه الآية. لكن شنو وقع بعد القضيه؟ شنو كنقول بان خصنا نشوفوا المساله في جدله. اللي وقع هو انه بدات تتناسى القوانين. حنا تكلمنا على القانون ديال جايسوف 1998 اللي كيمنع انك تنشر شي حاجه كتنفي المحرقه. مباشره من بعده خرج قانون حول الاباده الارمينيه، يقدرش تكتب دابا شي حاجه كتقول بها كتشكك في الاباده الارمينيه من طرف الاتراك. ثم خرج القانون ديال توبيرا اللي هو الاعتراف بتجاره الرقائق كجريمه انسانيه ضد الانسانيه، وبدات النتائج كتبان. يعني كتاب ديال اوليفيي بيتري اللي هو لي تريت نيغريير حول كيعاود يتكلم بواحد النوع ديال بغينا نقولوا النسبيه حول مسؤوليه الغرب على هذا الكتاب. يعني واجه واحد المقاومه، واحد الاضطهاد في الوسط الاكاديمي الفرنسي كبير. وما نقوله عن السود او عن النساء نقوله عن الاطفال الان. يستحيل ان روايه بحال روايه لوليتا ديال فلاديمير نوبوكو انها تصغر لك الايه، انها غيتشاف فيها بانها بيدوفيليا. واتصور مره في القاهره سمعت استاذا زميلا من السودان يستنكر فيه انه باقى في البرامج التعليميه القصيده، وهي كل قصائد المتنبي نشوه كبيره ديال عيد بأي حال عدت يا عيد، لأنه فيها ولا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس المناكد، ذلك اللي خصها تحيد تماما. وحنا وبدعوة شنو بدعوة؟ هذه القوة دابا الآن ديال المطالب بالحد من التفكير، هي أنا كتنطلق من منطلقات يصعب رفضوها. شكرا. في هذه الجلسة نشكر الدكتور سي محمد الشيخ والدكتور مفتاح والدكتور كذلك محمد الحيفين، ذكرته بالجلسة المسائية، وأتمنى بكم الحضور إن شاء الله في هذا المساء بكتابة الجلسة الثانية على الساعة الثالثة بعد الزواج. شكرا لكم وشكرا على انتباهكم، والسلام عليكم إلى اللقاء في المستقبل القريب إن شاء الله.